طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا يا جماعه نكمل الكورس بتاعنا. هو انا ده انا بقول بسم الله الرحمن الرحيم، طب استنى وبعد كده مهندسين. النهارده المحاضرة بتاعتنا رقم كام؟ 4 صح كده؟ طيب نفتكر مع بعض كده، احنا عرفنا ايه في المحاضرات اللي فاتت صح؟ او في المحاضرة اللي فاتت، مش المحاضرات، المحاضرة اللي فاتت نفتكر فيها ايه؟ نفتكر احنا المرة اللي فاتت احنا شغالين عملنا شوية حاجات، الأساس بتاعنا كان هو الايه؟ الفلور صح كده؟ اللي هي الايه؟ الفلور والوول، اوكي؟ بس لما اتكلم عن حاجة كانت واخدة حجم أكبر كانت هي الايه؟ الفلور. لما جينا نعمل الفلور يا جماعة عملنا ايه؟ قلنا له إن احنا عايزين نعمل مثلا فلور، فعشان نعمل فلور دي اللي هي الارضيه، جيت في اي بلان من البلانات اللي انا عايز اشتغل فيها، ونفترض جيت مثلا سيت في الدور الفيرست فلور مثلا، عندي موجود الدور فيه هنا مثلا موجود فيه البلاطه اهي، انا عايز اقسم انا بلاطه بقى، قلت له انا عايز اعمل ايه؟ قلت له هدخل من قائمه ستراكشر، ولما دخلت من قائمه ستراكشر انا عايز اعمل مثلا ايه؟ عايز اعمل مثلا بلاطه، ونفترض ان انا اعمل بلاطه هنا في المكان الفاضي ده خالص، اوكي؟ عشان اعمل بلاطه هاجي اقول له يا جماعه ايه؟ اقول انا عايز اعمل فلور، هاجي من هنا قائمه ستراكشر الاقي فيه فلور، اقول له انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل استراكشرال فلور صح كده؟ لما اجي اقول له عايز اعمل استراكشرال فلور جاب لي حاجه اسمها ايه يا جماعه في الكونتكستشوال تاب؟ جاب لي حاجه اسمها كرييت فلور باوندري، انا واقف عليها بالماوس دلوقتي. فعشان تعمل سعادتك فلور باوندري ده قلنا اول حاجه ايه؟ ان انت لما بتيجي تدوس اسكيب ما بيخرجش من الامر، يعني انا دوست اسكيب اهو برضه لسه ماسك الايه؟ الكرييت فلور باوندري صح؟ لان سعادتك لازم عشان تخلص الامر ده يا اما تقول له تدوس على علامه الصح او علامه الغلط، يعني تقول له فينش اديتنج او كانسل او ديسكارد يعني تمام؟ يا يعني اما تقفلها باليس او بالنو، انما ما ينفعش تقفلها بالايه؟ بالاسكيب مباشره، ده اول حاجه كنت قلت لكم عليها. طيب ساعتك عايز تعمل مثلا بلاطه، فساعتك تيجي تقول له انا سمحت عايز اعمل مثلا مستطيل، عايز ارسم خطوط، بتشوف ساعتك في السيناريو اللي انت حابب ترسم بيه ايه؟ وانا قلت انا عايز ارسم مثلا مستطيل من هنا كده لهنا، عملت كده البلاطه خلاص، عايز اخلصها فنشر اقول له علامه ايه؟ اقول له علامه فينش، بلاقي ان البلاطه ايه؟ اترسمت صح ولا غلط؟ دي اول حاجه. طب لو انا عايز اعدل في البلاطه اول حاجه بروح اعمل ايه؟ بختار البلاطه. لما اخترت البلاطه بقى ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها ايديت في الباوندري لو عايز اعدل فيها يعني، اوكي؟ طبعا مش محتاجين ان انا اقول لكم زي ما احنا كنا عارفين دايما ان انت لما تيجي تعمل بلاطه بتعملها بالنوع بتاعها بيكون موجود في الايه؟ في البروبرتيز بتاعتها هنا. انا عايز مثلا اختار بلاطه من النوع الفلاني، بشوف النوع اللي انا عايزه سي مثلا عايز بلاطه 250، ساعتك عايز تعدل فيها حاجه بتيجي هنا تقول له انا عايز اعمل ايديت في السيكنس بتاعها تمام؟ تختار السيكنس اللي انت عايزه، تقول له اوكي بتقسم الظهر هنا، بتعمل لها رينيم بحيث تخلي اسمها ايه؟ زي ما انت عايز، اوكي؟ فانا مثلا مخليها اسمها مثلا ايه؟ 250، ساعتك تخليها زي ما انت عايز. خلصت الموضوع ده، البلاطه هي موجوده. لو عايز اغير النوع بتاعها يعني مثلا بدل ما هي 250 عايز اخليها 300 او اخليها اي نوع تاني، بختار البلاطه وباجي من هنا من البروبرس اختار النوع اللي ايه؟ اللي انا عايزه. طيب لو انا عايز اعدل فيها باجي هنا عند المود بلاقي في حاجه اسمها ايه؟ ايديت باوندري، شايفينها ايديت باوندري؟ دوست ايديت باوندري بيظهر لي الحدود العامه للبلاطه، ده ساعتك هتقدر ساعتك تعمل فيها ايه؟ تقدر ساعتك تعمل فيها التعديل اللي انت عايزه. قلنا ان في هنا خطين بيظهروا، الخطين دول زي ما احنا شايفينهم كده، الخطين دول بيرمزوا لايه يا باشمهندسين؟ بيرمز لان ده المين دايركشن بتاع البلاطه، اوكي؟ طب لو ساعتك عايز تخلي المين دايركشن تغيره، هتلاقي هنا ساعتك موجود فيها حاجه اسمها ايه؟ سبان دايركشن اللي انا واقف عليها بالماوس دلوقتي، لو دوست كليكايه كده هختار الاتجاه اللي انا عايزه، الاقي هو الاتجاه الثاني هو اللي ايه؟ اللي بقى المين دايركشن، اوكي؟ هتفرق لو انت بتعمل فيها اللي هو حته الاتجاه بتاع السلاح الرئيسي، او لو انت بترميها على حاجه بتاع التحليل الانشائي تشتغل من الريبت على طول مباشره،
بيعتبر ان ده المين دايركشن يعني، او من المين لودنج دايركشن يعني. اوكي ده لو انت محتاجها، انما عاده احنا ما بنحتاجش حاجه زي كده. طيب النقطه الثانيه اللي كنت بقول لحضراتكم، ان احنا لو عايزين نعمل مثلا فتحات في الايه في البلاطات يا مولانا، لو عايزين نعمل فتحات في البلاطات نعمل ايه؟ الشاشه دي تعمل صوت، حاول تسكتها فهي دي اللي عماله تصوصو. شاشة بتصوصو يا جماعه، لو حد ليه في الصوصو يبقى ايه؟ ممكن اغيرها. ماشي مفيش مشكله غيرها، بس ما يجيلكش برد، اهم حاجه ما تغيرهاش في الهواء بس. سيبها، هو الراجل ما اشتكاش، انت بتغيرها حتى ليه؟ ولا بتوصف في ودنك انت؟ يبقى انت تحط سماعه في ودنك. ها نكمل يا جماعه؟ نكمل يا دكاتره؟ طيب بعد ما هو سعادتك جابك في البلاطه كده، لو انت سعادتك عايز تعمل مثلا تعمل ايه اوبننج في البلاطه، اوبننج لاي سبب. قلنا الاوبننج ممكن نعملها بطريقه من اثنين، الطريقه الاولى ان احنا نعمل باوندري جوه الباوندري، مش كده ولا ايه؟ صح؟ نعمل باوندري جوه الباوندري، بلاش فيسبوك دلوقتي، خلي فيسبوك بعد المحاضره. عشان نعمل باوندري جوه الباوندري يا جماعه بروح اقول له لو سمحت انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل هنا باوندري، بدوس على اللي هو الباوندري لاين ده، شايفين يا جماعه الباوندري لاين واقف عليها بالماوس اهي. قلت له انا عايز مثلا اعمل هنا سي، اعمل اوبننج هنا مستطيله مثلا يعني. طبعا الاوبننج يا باشمهندسين انتوا اكيد عارفين ان احنا نقدر نتحكم فيها من التمبرري دايمنشن، لو انتوا برضه مش عارفين اديني بقول لكم، احنا عارفين التمبرري دايمنشن، مش احنا عارفين التمبرري دايمنشن اللي هي الابعاد المؤقته، زي ما احنا اتكلمنا في المحاضره الاولى خالص في حاجه اسمها الابعاد المؤقته، فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ يعني لو عايز مثلا الفتحه دي تبقى مثلا اي عايز مثلا تبقى 2000 في 2000 مثلا، 2000 مللي في 2000 مللي، هاجي عند 5000 شايفين ان هو التمبرري دايمنشن ده، دوست كليكايه عليه بدل ما هي 5000 خليها مثلا 2000، اكتب من الكيبورد كام؟ 2000. الاتجاه الثاني بدل ما هو 6000 مثلا عايز تبقى مثلا هي كمان ايه؟ 2000 مثلا يعني، اقول له خليها سي 2000، ده لو ساعتك عايز تتحكم في ابعادها بقت 2000 في 2000. النقطه الثانيه لو ساعتك عايز تتحكم في المسافات بتاعتها، يعني عايزها مثلا تبعد من الجنب اليمين مثلا مقدار 10000، اهو التمبرري دايمنشن شايفينه؟ دوست كليكاي على التمبرري دايمنشن، عايزها تبقى كام يا باشمهندس؟ تبقى مثلا مسافتها 10000، والناحيه الثانيه عايز تبقى مثلا رأسيا تبعد مثلا سي 10000، ممكن اقول له كمان خليها ايه؟ خليها كمان مثلا 10000 مثلا يعني. طب لما انا عملت كده يا باشمهندسين لقيت ان الابعاد بتاعتها ايه؟ الابعاد بتاعتها اتغيرت، يبقى انا ممكن اخليها هنا كمان مثلا سي، لا رجعها تاني خليها يا عم 2000، واخدين بالنا يا جماعه؟ طيب لما انا عملت كده لقيت ان هي عماله ايه؟ تروح وتيجي. قدامي كذا اوبشن، الاوبشن الاول انك ساعتها تعمل لها موف، اهو انا عايز اعمل موف للايه؟ للبتاعه دي من هنا مثلا، اتحرك بيها سي من هنا كده من النقطه دي، اختار لها اي نقطه مثلا سي، دوست كليكاي عند اي حته مش عايز تعمل موفي، حاجه زي الفل اختارها. لو انت عندك اي حاجه في الموديل يعني عايز مثلا احدد لها اي نقطه سي من هنا، مش عارف يعني مش عايز تعمل لها موفي من ليه؟ نعم فندم؟ لا مش موضوع انتر يعني، فينش سيلكشن ده كده، بالظبط فينش سيلكشن. اخترت مثلا عايز اختار اي نقطه سي، عايزها من هنا مثلا سي تتحرك شويه كده في الاتجاه اللي انا عايزه، اختارها في اي اتجاه، عايز تطلع لفوق عايز تنزل لتحت زي ما ساعتك ايه؟ زي ما ساعتك عايز. اوكي وبعد كده لو عايز تعمل فيها اي تعديل برضو ايه ده قابل للتعديل. اوكي طيب بعد ما انا عملت الاوبننج مثلا الحته اللي انا عايزها، بعد كده لو هقيله ايه لو هقيله فينيش، هلاقي ان هو عمل البلاطه كلها باستثناء الحته اللي انا عملت فيها ايه اللي هي السب باوندري، ان انا عملت باوندري جوه الايه جوه الباوندري الاصليه. طيب في حاجه كمان برضو، انا اخترت البلاطه كده قلت له انا عايز اعمل اديت الباوندري بتاعتها برضو، ساعتك برضو تقدر تعمل فيها كمان حاجه اللي هي ايه اللي هي او كمان حاجه عايز انبه حضراتكم بيها، لو انت عندك في اوبننج زي كده مثلا جاب جاب يعني ايه يا جماعه؟ جاب يعني فراغ كده، لو جيت تفنش البلاطه كده مش هيرضى يعملها. ليه مش هيرضى يعملها؟ هيقول لي ساعتك ان في عندك حته فيها ايه؟ فيها فراغ، فانا ممكن اقول له شو وريني فين المشكله دي يا عم، هو بيعملها زوم عليها بس اهي شايفين يا جماعه، بيعمل لك الحته اللي فيها الايه؟ فيها المشكله. طيب لو انت عايز تحل المشكله دي ممكن تروح قايل له ايه؟ ممكن تروح قايل له طب مثلا خليها يعمل لي نظام اللي هو التريم ده ما بين الخط ده مثلا والخط ده، هلاقي ان هو عملها فينشنج كده ظبطها مع بعض، اقول له فينش هي ايه؟ ان هو ظبطها مع بعضها. تمام اتكلمنا كمان عن الدروب بانل، لو انت عايز تعمل دروب بانل تعملها ازاي؟ ممكن اختار البلاطه واروح ابدا ان انا اقول له عايز اعمل ايه من الباوندري بتاعتها، اشوف الحته اللي انا عايز اعمل فيها الايه، اشوف الحته اللي انا عايز اعمل فيها الدروب بانل، ولنفترض يعني عايز اعمل دروب بانل في الحته دي كده مثلا يعني، خلاص انا كده عملت هنا فراغ، وبعد كده ابدا ان انا اكرييت بلاطه ثانيه بس بايه؟ بدبس مختلف مثلا، ونفترض هو اسمه دروب بانل ده، واختار الايه المساحه اللي انا عايز اعملها هي الايه؟ هي الدروب بانل، واقول له بعدها فينش، هلاقي ان هي اتعملت بايه يا جماعه؟ اتعملت بابعاد مختلفه اكوردنج لايه؟ لكل حاجه والابعاد بتاعتها اللي انت ايه اللي انت اخترتها، حد فاكر الكلام ده؟ طيب في حاجه ثانيه كنت عايز بقى اقول لكم عليها النهارده ما كنتش قلت لكم عليها المحاضره اللي فاتت، لان المره اللي فاتت لما جيتوا انتوا تختاروا البلاطات، بصوا لو تلاحظوا كده
لما انا بختار البلاطه بص يا باشمهندس بعمل ايه؟ بدوس كليكيه في نص البلاطه بختارها. في حين ان انتوا عندكم ما بيحصلش كده. انت عشان تيجي تختار البلاطه لازم تيجي عند حدود البلاطه وتدوس كليكيه على حدود البلاطه. يعني جرب كده تختار البلاطه من النص شوف هتختارها معاك ولا لا؟ جرب جرب. تعال عند نص البلاطه ودوس كليكيه. شوف هتختارها ولا مش هتختارها؟ مش هتختارها صح؟ انا شفت كتير منكم عندهم المشكله دي المره اللي فاتت. المشكله دي في ايه يا باشمهندسين بقى؟ سببها ايه؟ دي سببها ايه؟ انا هرجع البلاطه بس بتاعتنا الاصليه بقى عشان ما يبقاش فيه ايه؟ عشان ما يبقاش فيه لخبطه. عشان ابقى شغال على موديل زي ما انتم شغالين عليه بالظبط. انا قدامي البلاطه اهي ماشي؟ عايز اختار البلاطه دي، باجي في نصها ادوس كليكايه بلاقي بيختارها، في حين ان انت عندك لما بتدوس كليكايه في نصها ما بيختارهاش، لازم تختارها من الحدود. السبب في الموضوع ده بيرجع لايه يا باشمهندسين؟ السبب في الموضوع ده بيرجع لان انا عندي مشغل اوبشن سعادتك مش مشغله، ايه هو الاوبشن ده؟ هو عندي هنا مش باين لكم في البروجيكتور. انا هحرك بس الشاشه سنه عشان تشوفوها. هو الحقيقه ان هو مش باين، هو مش باين هنا كده علشان الابعاد بتاعه الشاشه. بص يا باشمهندسين هتلاقوا هنا كده، بص طيب معايا انزل تحت كده خالص على اليمين، شايفين عند الحته اللي خالص تحت على اليمين اهو، انا بص انا بتحرك فيها بالماوس دلوقتي. هي عندي على البروجيكتور مش باينه بس عندكم هتلاقيها باينه. شايفينها؟ هتلاقي تحت خالص على اليمين هتلاقي حاجه اسمها سيلكت باي فيس، تحت على اليمين خالص هي مش ظاهره عندي على البروجيكتور، ظاهره عندكم. هتلاقي شكل زي وش كده، زي وش مساحه كده وواحد واقف عليها بالماوس. اهي عليها علامه اكس حمراء، عليها علامه اكس حمراء. ايه؟ اسمها سيلكت ايليمنت، اسمها سيلكت ايليمنت باي فيس. شايفين يا جماعه؟ حد لقى سيلكت ايليمنت باي فيس دي؟ ساعتك دوس كليكاي عليها بحيث ان هي تبقى متكتبه معاك. سيلكت ايليمنت باي فيس تحت خالص عيدك اليمين. يعني بدل ما علامه الاكس دي معموله لا اليمين انت ساعتك دوس كليكاي عليها تلاقي. حد ما عملهاش؟ حد ما عملش سيلكت ايليمنت باي فيس؟ معنى كده انك قلت له يا مولانا عندكم هنا ابواب تمام؟ طيب بعد ما انت عملت سيلكت ايليمنت باي فيس دي دوس كليكاي كده على نص البلاطه شوف هيختارها ولا مش هيختارها؟ اختارها صح؟ ما اختارهاش؟ انت عملت سيلكت ايليمنت باي فيس؟ بس خليها بدل ما هي واير فريم يا جماعه خلوها رياليستيك. بدل ما هي واير فريم خليها رياليستيك. ماشي؟ دوس كليكيه في نصها كده هتلاقي ان هو اختارها. يعني بص انا عندي هنا دوس كليكيه في نص البلاط اخترتها. حد ما اتعملتش معايا يا جماعه؟ حد ما اتعملتش معايا سيلكت ايه باي فيس؟ بتعمل ايه؟ بلاش فيسبوك دلوقتي، خلي فيسبوك بعد المحاضره. طيب هاي مش منسيه. حد ما عملش سيلكت ايليمنت واي فيس؟ الراجل الطيب ده انت اسمك ايه؟ ها؟ احمد؟ ايه اخبار؟ تعمل معاك مش اخبار صحتك، اخبار الموديل. طيب ها نرجع للموضوع فسيلكت ايليمنت واي فيس يا جماعه ده اوبشن بيسهل على سعادتك شويه حاجات صح ولا غلط؟ ان انت لما تيجي تختار يبقى سهل عليك الاختيار. طيب في حاجه ثانيه ماله؟ تقيل جدا طب اشتغل على الجهاز تاني، شوف الجهاز اللي انت كنت شغال عليه المره اللي فاتت لو كويس خليك عليه. طيب نكمل يا جماعه، نكمل. ركزوا معايا يا صلاح، ركزوا معايا يا جماعه عشان مش مركزين. لا معايا ليه؟ فالاوبشن بتاع باشمهندسين سيلكت ايليمنت باي فيس ده في ميزه ان هو بيسهل على سعادتك الايه؟ الاختيارات، اوكي؟ طيب في حاجه ثانيه عايز اقولها سعادتك عليها برضو بتسهل عليك الاختيارات، دي حاجه عامه مش حاجه في البلاطات بس، حاجه عامه اوكي. ايه هي يا جماعه؟ ان سعادتك لما تيجي تختار، لو انا مثلا عندي هنا يا جماعه، في عندي هنا كده الايه، بص كده في الكورنر مثلا، لو جيت اختار في الكورنر ممكن اختار البلاطه. انا دلوقتي واقف عامل هايلايت على ايه؟ على البلاطه صح؟ ولو جيت اتحرك سنه كده هنا كده مثلا سنه ممكن اختار الايه؟ الكاميرا. يعني انا هنا واقف على الخط ده، مش الخط ده هو اللي عنده البلاطه وعنده الكاميرا وكمان عنده العمود صح ولا غلط؟ طب لو سعادتك عايز بقى تغير في الحاجه اللي سعادتك هتختارها، يعني ايه؟ يعني انا عايز بدل ما ادوس كليكايه اختار الفلور، اختار الفلور بدل ما اختار البلاطه
عايز يختار لي الكاميرا عشان اخليه هو يغير يعمل الترناتيف تغيرات في الاختيارات. تعمل ايه ساعتك؟ بتدوس على تاب، عارفين زرار تاب؟ تاب في الكيبورد. بص كده معايا البروجيكتور، انا دلوقتي بصوا انا عمال بدوس تاب. بص انا واقف دلوقتي حته في مرحله، انا في مرحله دلوقتي متوسطه ما بين الماوس واقف فين. شايفين؟ بصوا معايا البروجيكتور يا جماعه لو سمحتوا. الماوس واقف فين؟ الماوس واقف عند حته يعني ملاصقه ما بين العمود، مشتركه ما بين العمود والكاميرا والبلاطه، صح ولا غلط؟ بص كده لو دوست كده دلوقتي هيختار الايه؟ هيختار الايه؟ هيختار الايه؟ ها؟ معايا ايه بس يا راجل؟ ده انت بتعمل ايه يا عم؟ ما تصغرناش يا عم. طيب هتلاقي ان انت مختار الايه؟ مختار البلاطه. طب بص لو دوست تاب، انا هدوس تاب مره، هلاقي ان هو دلوقتي لو دوست كده هختار الايه؟ هختار العمود. لو دوست تاب كمان مره هختار الايه يا جماعه؟ الكاميرا. يعني انا عايز اوصل لك من هنا اوبشن ان ساعتك لو بتختار وريت نفسك هتختار غلط، زرار التاب ده بيسهل عليك الاختيار. حد مش عارف زرار التاب اللي في الكيبورد؟ فهمنا يا جماعه الحته دي؟ ده اوبشن برضو عام عشان ساعتك وانت جاي ايه؟ وانت انا دلوقتي واقف عند مرحله بالماوس، انا واقف بالماوس رايح فين؟ في حته مشتركه ما بين العمود والكاميرا والبلاطه. فانا لو دوست في الكاد دلوقتي حالا هختار الكاميرا. ليه؟ علشان هي اللي معمول لها هايلايت، هي اللي معمول لها لون مختلف. طب انا عايز اختار العمود بدل البلاطه، هعمل ايه؟ بدل الكاميرا هنا ستاب. بص هدوس تاب، دلوقتي لغى الاختيار. دوست تاب كمان مره، دلوقتي اختار الايه؟ الفلور. شايف؟ دوست تاب كمان مره، كاميرا تاب اهو اهو. بص دلوقتي واقف على عمود، واخد بالك؟ فالتاب هو اللي بيتحكم انك ايه؟ انك تختار الحاجه اللي انت واقف عليها بالظبط، تحدد اذا كنت انت هتختار ده ولا ده ولا ده. واخدين بالنا يا جماعه؟ ده برضو اوبشن ايه زي ما بقول لحضراتكم كده، اوبشن عام بحيث ساعتك تعرف ايه؟ تعرف تشتغل في الموديل بتاعك، اوكي يا باشمهندسين؟ طيب عايز اقول لسعادتكم على حاجه كمان. في كذا حد من زمايلكم سالني، قال لي يا باشمهندس لو سمحت، قلت له ايه؟ قال لي انا لما جيت افتح الفايل النهارده من ماي كمبيوتر لقيت ان في اربع خمس فايلات ريفيت مش فايل واحد، صح؟ مع ان انا كنت شغال والله على مشروع واحد بس لقيت اربع خمس فايلات وكلهم بنفس الاسم. اعرف منين الفايل اللي انا شغال عليه اصلا؟ بص يا باشمهندسين، برنامج ريفيت بيعمل حاجه اسمها باك اب. يعني ايه باك اب؟ يعني نسخه احتياطيه. يعني ايه نسخه احتياطيه؟ يعني سعادتك ممكن الجهاز يهنج منك ولا مش ممكن؟ ممكن مش ممكن؟ انت راجل جهازك ما شاء الله نروحنا على الله يعني. ها؟ انت ممكن الجهاز يفصل منك. معايا يا ابو حميد؟ تمام مع السلامه. ركز هنا يا ابو حميد، انا هقول لك كلام زي الفل هيعجبك يعني. ممكن الجهاز يفصل منك. ممكن الكهرباء تقطع، ممكن يحصل مصيبه، ممكن يحصل اي حاجه، ممكن انت تموت الله يرحمك بما ان الراجل الفرحه. اللي انا اقصده ايه؟ ان عشان ممكن يحصل اي احتمال فبرنامج ريفت بيعمل ايه؟ ممكن انت تغلط، يعني تعمل حاجه بعد كده تسيب وتكون انت غلطت وعايز ترجع للفايل القديم، وارد ولا مستحيل؟ وارد. فعشان كده برنامج ريفت بيعمل ايه يا باشمهندسين؟ بيعمل حاجه اسمها باك اب. الباك اب ده ان هو بيسيب كل مره. انت دلوقتي عملت مثلا فايل جديد اول مره اهو، هتسمي الفايل مثلا هتسميها احمد مثلا، هيعمل لك الفايل اسمه احمد. بعدين اشتغلت شويه عايز تسيب كمان مره، سيبت، هيعمل ايه؟ هيعمل لك الفايل زي ما هو اللي اسمه احمد، بس هيعمل لك نسخه من التسيبه القديمه، هيخليها موجوده برده مش هيمسحها، وهيبقى هيسميها ايه؟ احمد 001. طب عملت شويه شغل تانيين ودوست سيف، هيروح عامل ايه؟ هيخلي لك احمد زي ما هو الجديد، ويعمل لك احمد 001 واحمد 002. طب عملت كمان مره يبقى 01 و2 و3. طب كمان مره 4، كمان مره 5، بحيث ان انت كل ما بتدوس سيف بيعمل نسخه احتياطيه من الفايل. اوكي؟ طيب الموضوع ده ملوش اخر ولا ليه اخر؟ ليه اخر. الاخر بتاعه ايه؟ ان ساعتها كنت جاي بتسيف الفايل بتعمله سيف از، انت في اول مره بتسيف الفايل جاي في حاجه في الاوبشن. بص سعادتك كده معايا، انا هقول له دلوقتي الفايل كان انا هسويه لاول مره. الحاجه دي حاجه عامه يا جماعه، اوكي؟ انا هاجي اقول له سيف از. انا عشان اعمل سيف از دخلت على الابلكيشن منيو اللي هي فوق خالص على الشمال دي، دوست كليك عليها لقيت هنا فيها حاجه اسمها سيف از. انا هعمله بروجكت، مش ده مشروع برده ولا انتوا ليكوا راي تاني؟ بروجكت. بص يا باشمهندسين، لما انا جيت ادوس سيف دلوقتي الكورس اسمه مثلا اسمه عين شمس يونيفرسيتي كورس، ماشي؟ بص سعادتك فين حاجه في اليمين اسمها ايه؟ اسمها اوبشنز. بص كده انتوا ملاحظين ايه يا جماعه؟ شايفين انا عندي كورس هنا موجود اسمه ايه؟ عين شمس يونيفرسيتي كورس 02، وفي 03، وفي 04، وفي واحد من غير اي ارقام. اللي من غير اي ارقام هو ده النهايه، هو ده اخر واحد. اللي من غير اي ارقام هو ده اخر واحد. طيب واللي قبل كده بيبقوا نسخ احتياطيه، كل ما ساعتك بتعمل سيف مره بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك نسخ احتياطيه من الفايل. طيب الفكره بقى في ايه؟ الفكره ان هو اخرهم يعني عددهم هنا كام؟ يعني بص هنا عامل لي 2 و3 و4. طب فين واحد؟ مش
موجود. ليه مش موجود بقى؟ بص كده هنخش على الاوبشنز هتلاقي ان انا بيقول هنا ماكسيمم باك ابس كام واحد يا جماعه؟ 3. طب بص معايا كده، هو عمل هنا كده فعلا، ادي باك اب الاولى، باك اب الثانيه، الباك اب الثالثه، وده الفايل الاصلي. حلو جدا. يعني افهم من هنا ايه يا جماعه؟ افهم من هنا ان في كل مره سعادتك بتعمل فيها، كل مره البرنامج بيعمل فيها باك اب نسخه احتياطيه، بيعمل لك نسخه اضافيه من الفايل. الفايل الجديد زي ما هو ما بيغيرش الاسم حاجه، بس الفايلات النسخه القديمه بيغير لك في ايه؟ في ارقامها. والكلام ده منطقي مش منطقي؟ طب انا قلت له انا عايز ماكسيموم 3. طب هو عمل الاول، عمل الثاني، عمل الثالث، لو دوست كمان مره هيعمل ايه؟ هيعمل الرابع. طب انا قلت له ما تعملش الرابع، فبيروح عامل ايه؟ بيروح ماسح اقدم واحد ويحط لك الجديد مكانه. طب سيبت كمان مره، يمسح اقدم واحد ويحط الجديد مكانه. واخدين بالنا يا جماعه الحته دي؟ طيب معنى كده ان ساعات لو عايز تفتح الفايل، تفتح الفايل منين؟ اللي هو باسم الايه؟ باسم الفايل نفسه على طول مباشره. خد بالك من حاجه، احنا لو بنشتغل في فايل قديم شويه، يعني في فايلات بنشتغل فيها تلاقي الارقام دي وصلت ل 20 و 30 و 50 و 100 كمان. واخدين بالنا ايه؟ ان هو سايب مثلا نسخه مره الثانيه الثالثه الرابعه ال 10 ال 12 ال 20 ال 100. واخدين بالنا يا جماعه لما يكون فايل معاك شغال معايا ايه مده كبيره. فاهمين حاجه يا جماعه؟ انا سيبت النسخه قبل الاخير. كل واحدة لا، هيروح عامل لك الجديدة اللي انت كنت مثلا انت سي مثلا دخلت في نسخة، انت دلوقتي مثلا عملت النسخة بتاعت اللي هي رقم 5، جيت تعمل سيف هيعمل النسخة رقم 6. ماشي؟ طيب حبيت ترجع تاني للنسخة رقم 5، فتحتها هيفتح لك النسخة رقم 5، هتسيف، هيخلي 6 زي ما هي ويعمل لك جديدة اللي هي 7، اللي هي كانت 5 رجعها بقت 7 بعد ما انت عملت فيها تعديلات. وليه مالنا يا جماعه؟ السؤال ده سؤال منطقي مش منطقي، يعني هو سؤال لطيف بس لو انت كنت ترجع لها يعني. اوكي طيب فهمنا يا جماعه القصه دي، عشان زميلي كان بيسالني على الموضوع ده يا جماعه، كان في حد من زميلنا بيسالني على الموضوع ده. بص انا عندي هنا مثلا لو جيت افتح الفايلات القديمه، انا كنت هنا مثلا شغال في سيم في مشروع مثلا. بصوا انا عندي هنا فايلات قد ايه؟ عندي مثلا هنا 11 10 و11 و12، واخدين بالنا؟ هنا 4 و5 و6، واخدين بالنا يا جماعه؟ هي دي ايه؟ دي القصه، عشان ما تلاقي عندك فايلات كتير كده. لا عادي مش مشكله، ما تقلقش خالص، يعني ما فيهاش اي مشكله، ده كده صح مش غلط. طب ساعتك مش عايز تعمل باك اب خالص، هو انا طبعا ما انصحش بكده، بس ممكن تقول انت عامل لي باك اب زيرو، مش هعمل لك اي ايه؟ مش هعمل لك اي باك اب. ماشي؟ عايز يو لايك، انت بقى حر، انا بقول لك على الطريقه وانت تطبق الطريقه زي ما انت ايه؟ زي ما انت عايز. ماشي يا جماعه؟ طيب نبدا نكمل بقى على اللي احنا عرفناه قبل كده. احنا قلنا قبل كده ان احنا عشان نعمل فتحه في البلاطه معانا يا عم اسماعيل، معانا على مع السلامه. بلاش انت تتفرج عليه ده يا اسماعيل. يعني الناس شايفينك حتى، يعني انت فاهم؟ ها نكمل يا جماعه. بعد ما احنا عرفنا المره اللي فاتت ان احنا عشان نفتح فتحه في البلاطه ها نعمل ايه؟ نعمل ممكن احنا عرفنا نفتح ايه؟ الطريقه الاولى ان احنا نعمل ايه؟ الطريقه الاولى ان احنا نعمل باوندري جوه الباوندري، مش كده؟ مش كده؟ انما الطريقه الثانيه ايه يا جماعه بقى؟ دي احنا ما قلناهاش المره اللي فاتت، حاجه اسمها شافت اوبننج. يعني ايه شافت اوبننج دي يا جماعه؟ يعني فتحه، الفتحه دي بيبقى بجزء من المبنى. زي ايه؟ بص معايا يا صديقي العزيز كده، بص معايا يا صديقي العزيز، انا هنا المره اللي فاتت كنت عامل ايه؟ كنت عامل هنا فتحه مثلا عند السلم بالطريقه التقليديه اللي احنا كنا عارفينها، صح؟ طيب هعمل فتحه الطريقه الجديده دلوقتي اللي هي اسمها شافت اوبننج. هاجي من قائمه ستراكشر هلاقي هنا حاجه اسمها يا جماعه ايه؟ اوبننج. شايفين شافت اوبننج؟ شايفينها واقف عليها بالماوس؟ شايفينها يا جماعه؟ طيب شافت اوبننج دي حاجه سهله جدا وبسيطه. يعني بيقول لي سعادتك انت عايز تعمل فتحه فين؟ بص سعادتك انا هاجي مثلا اقول له انا عايز اعمل فتحه هنا مثلا في الحته اللي انا واقف فيها بالماوس مثلا، اروح قايل له لو سمحت انا عايز اعمل شافت. ده جابها لي كاني برسم ايه يا جماعه؟ كاني برسم بلاطه، بس هنا بص مكتوب في الـ في الـ في الـ 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 اسمه ايه؟ اسمه ايه يا جماعه بتاع الكونتكستشوال تاب؟ الكونتكستشوال تاب، مش فاكرين الكونتكستشوال تاب؟ عارفينه؟ عارفينه بس مش عارفين تقولوه. طب اسمه ايه؟ قولوا بصوت واحد، ده اسمه ايه؟ تاب. والله انا عايز ربنا يتوب علينا من ال طيب الكونتكستشوال تاب ده يا جماعه اهو بيقول لي هنا، يا اسمه صعب بصراحه ما حدش يفتكره يعني. المهم اسمه كرييت، بيقول لي هنا كرييت شافت اوبننج. خد بالك من حاجه، انا الموضوع بتاع الكونتكستشوال تاب ده على قد ما هو شكله بسيط وتافه، يعني مش اختراع يعني، الا ان هو بيفيدني جدا ان انا عارف انا في انهي امر دلوقتي، صح؟ فهو هنا بيقول لي انت بتعمل ايه؟ انت بتعدل، انت بترسم، انت بتعمل اي حاجه، بتبعزق فلوسك في الارض كده يعني. فانا هنا عايز اقول له لو سمحت انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل باوندري بتاعت ايه يا جماعه؟ بتاعت شافت اوبننج. بص سعادتك هعمل ايه؟ هعمل شافت اوبننج زي ما انت عايز. عملت شافت اوبننج اهي، خلصت شافت اوبننج. خلصتها. هروح دايس ايه؟ هروح دايس ممكن اقول له فينيش.
خير اللهم اجعله خير. هلاقي ان هو عمل ايه يا جماعه في البلاطه؟ فتحه. بص كده لو جيت ساعتك ابص عليها في 3 دي. هي الفتحه باينه ولا مش باينه؟ بس تلاحظ بقى ان شكلها هنا مختلف عن الفتحه الثانيه. بص الفتحه هنا عامله ازاي؟ لما باجي اقف عندها ما بيعمليش اي شكل. انت معانا يا عم الشيخ محمد؟ الله يبارك لك يعني. طيب هنا هاجي اقف عليها. بصوا يا جماعه شايفين انا واقف عليها مكتوب لي ايه؟ اوبننج كات. شايفين اوبننج كات دي اللي هو ايه؟ بيقول لي في هنا فتحه. لو دوست كليك عليها هلاقي شكلها عامل ازاي؟ كانه هو عامل لك شكل مجسم. هو ايه الموضوع؟ هو عامل لك كده بيقول لك ان الفتحه دي انت ليها طول وعرض اللي انا عملتها في الايه في 2 دي وليها كمان الارتفاع. الارتفاع ده بيجيبه منين ساعتك؟ ساعتك تقدر تكنترول الموضوع الارتفاع ده اكتر من حاجه. اول حاجه ساعتك تقدر تيجي من الجريب دي. شايفين الجريب دي يا جماعه اللي هي النقطه الزرقاء دي؟ اقدر اعليها او انزلها شويه. ده مش من فوق بس، ده كمان من تحت. الكلام ده بيفيدنا في ايه يا جماعه؟ هقول لك. لو سعادتك عندك دور ماشي، الدور ده فيه الارتفاع مثلا فيه فتحه بكامل ارتفاع المبنى، يعني عندك مبنى عامله مثلا 5 ادوار، اوكي؟ تقدر تعمل الطريقه الاولى اللي هي تعمل فتحه بتاعت مثلا لو الدور ده دور متكرر، تقدر تعمل فتحه في الايه؟ في بلاطه وتكرره في كل الادوار، صح؟ طب لو هي شافت اوبننج، لو انت عامل شافت اوبننج ممكن تقول انا عايز اعمل شافت اوبننج بس تاخدها من اول الدور، لو هي الفتحه مكمله في كل الادوار يعني، تاخدها من الدور الارضي وتطلع بيها لحد الدور الايه؟ لحد الدور الاخير. طيب لو هي الفتحه دي مش موجوده في كل الادوار، يعني موجوده مثلا الفتحه دي مثلا فتحه منور في الدور مثلا الاول والثاني والثالث بس الرابع والخامس متقفله لاي سبب، فانت ساعتك عايز تشوف مين بس بدفع قليل بس، واخدين بالنا يا جماعه؟ طب انا ساعتها بعمل ايه؟ انا عندي هنا مثلا الفتحه دي سي فتحه في المكان ده موجوده في بعض الادوار وادوار ثانيه لا، هروح عامل الدور كله اللي هو المتكرر ما فيهوش اي حاجه وهكرره في كل المبنى. بعد كده راح اعمل شافت اوبننج بس في حته معينه بس. طب ليه الطريقه الثانيه ما تنفعنيش في موقف زي ده اللي هي الطريقه اللي انا عملتها المره اللي فاتت؟ عشان لو انا عملت الطريقه الثانيه بتاعت المره اللي فاتت هتعمل لي فتح في كل الادوار، كل ما هكرر دور فهي في فتحه، هرجع اعدي فيهم دور عشان اشيل فتحات. فاهمين حاجه؟ يعني انا اقصد ايه؟ ان الشافت اوبننج دي ساعتك تقدر تتحكم في الارتفاع بتاعها. واحنا كمان شويه لما نوصل لمرحله قدام شويه يعني مرحله متقدمه شويه هنلاقي ان احنا هنكرر الادوار. اوكي؟ هنكرر الادوار بحيث نعمل ايه؟ الادوار المتكرره. فساعتك تقدر تشوف بقى الشافت اوبننج دي ارتفاعها واصل لحد فين، وعلى قد ما انت ساعتك عامل الارتفاع بتاعها اي حاجه هتعدي عليها هتقطعها. ماشي يا جماعه؟ طيب بص معايا سعادتك دلوقتي على حاجه تانية برضو. انت لو عايز برضو تقول له لو سمحت انا عايز انزل بيها لحد دور معين من تحت، تقول له سعادتك انا عايز انزل بيها للدور الفلاني. لو سمحت سعادتك عايز تطلع بيها لدور معين بتقول له انا عايز اطلع بيها للايه؟ يعني تختار الدور اللي انت عايزه وتعمل شافت ايه؟ شافت اوبننج. واخدين بالنا يا جماعه؟ طب بص كده يا صديقي العزيز، انا هعمل حاجه دلوقتي. انا شايف الفتحه معموله فين؟ لو انا جيت اطلع بيها كده شويه. ايه ده؟ هي الفتحه راحت فين؟ الفتحه اتلغت. ليه؟ بالظبط كده، عشان عدت منسوب، يعني منسوب الدور ده مثلا عند منسوب 3 متر. انا قلت له ابدا الفتحه دي من بعد منسوب 3 متر، خليت ابدا عند 4 متر. منسوب 4 متر، يبقى هي كده الفتحه قطعت الدور ولا ما قطعتوش؟ ما قطعتوش، لان هي بادئه من مثلا من 4 لغايه 7. طب البلاطه دي موجوده عند منسوب 3، طب ال 3 دي بتعدي ان بتوين ال 4 ل 7 ولا مش ان بتوين؟ مش ان بتوين. يبقى معنى كده ان احنا نفهم ان الشافت اوبننج دي لازم تعدي في ايه؟ او تقطع البلاطه اللي سعادتك عايز تعمل فيها ايه؟ البلاطه اللي سعادتك عايز تقطعها. ماشي يا جماعه؟ حد فاهم حاجه؟ ابدا تعدي كده شافت اوبننج كده في السريع وبص عليها. نعم يا فندم. هي موجوده ولا لا خالص على كده؟ هي موجوده اهي. هي موجوده. السؤال بقى طب لو هي اجيبها منين بقى؟ يعني بص انا كده هعمل حاجه دلوقتي، هي دلوقتي كده انا راح محركها فوق شويه. انا دلوقتي مش شايفها صح؟ طب اعرف منين هي موجوده ولا لا؟ في كذا حل. ساعتك انا اصلا عاملها وانا عارف انا راسمها فين. اهي اتحرك اما اجي اتحرك قريب منها ابص الاقي ان هي ايه؟ الاقي ان انا اخترتها. طب في طريقه ثانيه؟ في طريقه ثانيه. ايه هي؟ هقول للمبنى ارسموا لي اظهر لي بتاع في 3 دي حل حل. طب هي فين دلوقتي؟ مش موجوده، انا مش شايف هي فين صح؟ لو طبعا انت كده كده طبيعي انك بتعملها عشان تستخدمها، يعني مش تعملها عشان تسيبها طايره في الهواء كده وخلاص. فاهمين يا جماعه؟ بس انا لو هي تاهت مني ومش لاقيها اختار المبنى كله يا عم، هلاقي ان هي ظهرت اهي صح؟ اقول له فلتر. فاكرين فلتر اللي كنا عرفناها مع بعض قبل كده؟ اجي فلتر الاقي من هنا في حاجه اسمها ايه؟ شافت اوبننج. بيقول لي في كام واحده؟ واحده هي غلبانه. ممكن اقول له تشيك نون، الغيه كله، اختار دي بس واقول له اوكي، اختار لي الشافت اوبننج بس، اعمل لها ديليت يا عم، اعمل لها تعديل، اعمل لها اللي انت عايزه. ها ابدأ طبقوا كده يا جماعه شافت اوبننج وغير تعدك في الارتفاع بتاعها، اطلع وانزل كده يا دوبك ثواب. بص عليها ساعتك في 3 دي وقولوا لي وصلتوا لايه؟ ثواني انا هجيب لكم محاكاه الناس الطيبين لازم.
الظهر اصلا عملت الظهر طلب الفي دي خش على الفي دي وتظهر يعني بص يعني الباتا دي في في انت عارف الفي دي قلت لك عليه صح بص الفي دي مجرد لو شفت من الاستراكشر شايف اللي عامل خلف خلف كل حاجه خلي بس الايه الاستراكشر بس عندي الاستراكشر بس ماشي ما بصيتش عندك كده في فلور صح فلور اهي شايف فلور لا 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 تعمل بطيقه بعض ولا تعمل ايه؟ ايه؟ بس على الله بس على الله صح؟ اما المحرق مدينة اناليتيكال فلور او دي اناليتيكال تيلوزر اناليتيكال موديل اهو دي اناليتيكال موديل مش موجودة؟ ده اناليتيكال موديل ده مش مش هيبطا اصلا ما يجدع بيه ايه البطا مش موجود اخبر على الفي دي اقول لك واحد زفين بزي فلور اقول له اوكي زهر سوى ده انت مش تلعب جرب تعمل عارفة لا طب انت عايز حاجه؟ اه ماشي باشمهندسين واحد من زمايلنا بيسالني بيقول لي لو سمحت يا باشمهندس قلت له ايه يا ريس؟ قال لي حته المنسوب بتاعها انا عايز اعرف هي منسوب معين ممكن اعملها منين؟ بحيث ان انا اكنترول حته المنسوب بتاع الايه؟ اكنترول حته المنسوب بص يا باشمهندسين بيقول لي سعادتك هنا بصوا في الشمال اخترت الشافت اوبننج ركزوا معايا دقيقه واحده وارجعوا طبقوا تاني بص سعادتك هو انا اخترت الشافت اوبننج اهي بيبقى في البروبيرتس بتاعتك ده ساعتك تقول له لو سمحت انا عايز مثلا في البيس كونسترين انا عايز تنزل مثلا من تحت عند الدور الفلاني مثلا يعني بالنسبه لفوق انا عايز مثلا تطلع لحد الدور الفلاني واخدين بالنا يا جماعه عايز مثلا تطلع لحد الروف اهي البلاطه اهي عفوا الشافت اوبننج اهي اقدر اقول له لو سمحت انا عايز من البيز انا عايز تبدا من عند الدور مثلا ايه عايز تبدا مثلا من الفاونديشن ليفل هل نزلت لحد تحت خالص عايز تطلع لحد الدور الفلاني تختار الدور ساعتك اللي هي من الى واخدين بالنا يا جماعه ده بالنسبه لموضوع المناسيب انت عايز تعملها بالمناسيب بتاعتها بايه بدقه يعني اوكي موضوع المناسيب بدقه ده ما يفرقش معانا كتير لان انا ممكن اخليها تقطع على دور انا عايز اخرج عشان اشوفكم جاي فاهمني ها ايه في حاجه تانيه اسال عليها طيب انا كده صح ما ايه الاخبار انت معايا ولا مع السلامه مش عارف ايه انا لسه اقول لك لو هي لو البلاطه اللي انت حاططها دي موجوده ان بتوين يعني تقريبا مثلا البلاطه اللي هي شايفه اوبننج من مثلا من منسوب 5 لمنسوب 10 لو انت عملت البلاطه عند 4 الاربعه دي بين 5 و 10 لا يبقى مش انقطاع هل انت مثلا عند عملت بلاطه جديده عندها عند منسوب 7 هل سبعه دي موجوده 5 و 10؟ اه ما زي الاربعه تمام ده لسه مش خلص
خلصت يا مهندسين. بص حضرتك كده معايا انا وانا شغال معاكم دلوقتي انا بص على الاجهزه لقيت ان في كام سؤال اتسالته. اولا حته
التعديل في الليفل، ساعتك عايز تبدا من الليفل ايه، ساعتك بتقول ان البيز بتاعها ايه والتوب بتاعها ايه، وساعتك بتختار منهم ايه. ده هو موضوع المناسيب، ماشي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، اتسالت شويه اسئله زي الفل بقى. واحد مثلا من زمايلنا بيقول لي لو سمحت يا باشمهندس، لو انا جيت اخلي ان البتاعتين الخطين دول يبقوا على بعض كده هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ساعتك ان انت لو عامل شريحه مثلا اوبننج مثلا نص ملي مثلا، ساعتك طب عاملها ليه؟ مش كده ولا ايه؟ يعني واحد بيسالني لو انا جبت النقطتين دول حطيتهم على بعض، طب ساعتك النقطتين حطيتهم على بعض ليه؟ ايه وجهه النظر يعني؟ ايه؟ ايه؟ لا لو عايز تخفض في البلاطه دي حاجه، اه طبعا ممكن ساعات تخفض في البلاطه، اقول له لو سمحت فين هي فين هي الاوبننج، اهي الاوبننج مثلا انا ممكن انزل بيها كده مثلا سي شافت اوبننج، انا عايز انزل فيها لحد فين؟ عايز انزل مثلا لحد هنا كده، اهي مثلا كده انا هشوف مثلا سي البيز ليفل بتاعها ايه، هقول له هنا الغي الاوفس فوق، يعني مش عايز اي مسافه تتسم من فوق، مش عايز اي مسافه تتسم من تحت مثلا، اوكي. بعد كده هقول له ان هي مثلا من فاونديشن ليفل لحد ليفل مثلا 5، هقول له ابلاي، هلاقي ان هي اتعملت كده. طيب هاجي مثلا اقول له بقى لو سمحت انا عايز اعملها مثلا من الفلور ده مثلا، ده الفيرست فلور، اوكي. هاجي اقول له مثلا خليها من الفيرست فلور، ماشي، الفيرست فلور برده مثلا يعني، او للسكند فلور، اوكي. بس بدل ما هي كده هنزل بها سنه صغيره من هنا، لا انا كده عملت حته كبيره، ممكن اروح اقول له مثلا سي خليها مثلا سالب مثلا، عايزها تبقى مثلا سالب ايه، اخليها مثلا سالب 20 سنتي او خليها 30 سنتي. بس هي الفكره في حاجه، اصلا انت لو عايز تعمل تخفيض في البلاطه ما تعملش بقى شافت اوبننج، اعمل ايه؟ اعمل البلاطه بمنسوب تاني بسكنس تاني زي دروب بانل بالظبط، فاهمني؟ يعني بدل ما انا البلاطه كلها مثلا، بدل ما البلاطه كلها مثلا سمكها 250، ممكن تعملها اونلاين، يعني اعمل بلاطه، عارفين اونلاين يا جماعه، ادخل في واجهه من الواجهات واروح جاي عند واجهه من الواجهات دي واروح اقول له لو سمحت اعمل لي مثلا من هنا البلاطه دي كده، البلاطه دي انا عايز اعمل لها موف، ينفع اعمل لها موف ولا ما ينفعش؟ مثلا بص هي كده بيقول لي تمبر، هي مثلا هي على ارتفاع كام؟ 3000 مللي من هنا، ممكن بدل ما هي 3000 مللي مثلا خليها عند سي مثلا 2500 مثلا مثلا، يعني هيحصل ايه؟ هتطلع لفوق صح؟ هي نفس الفكره. وعلى فكره مش دي الطريقه الوحيده، يعني ممكن تعمل لها موف، ممكن تعمل لها اونلاين، ممكن تعمل ليفل جديد، منسوب جديد، منسوب فوق ومنسوب تحت كده، يعني في اكتر من اوبشن عندك يعني. بس اوكي، عشان السيلكت باكج لو انا عندي نفس البلاطه بنفس الامر بتاعتها ولو بدست كده بس على الاثنين لو عندك بارتنجم ببعض يعني، لا بعاد وعملتهم في نفس الوقت، يعني مثلا في نفس السطح عندي مكان ده مكان ده، اه هختارهم الاثنين، ما انا بقولك هختار الاثنين، ما هو ده صح؟ لا لا، اعمل بقى ايديت باوندري وافصل دي عن دي، امسح واحده فيهم واعمل واحده فيهم لوحدها، كل واحده مستقله. واحد من زمايلنا يا جماعه فاهمين سؤال منك بيقول لي انا رسمت بلاطتين في نفس الامر، البلاطتين هيبقوا نفس بقى زيها بعض تاني كده، فلما اجي اختار واحده بختار الثانيه، اه ده منطقي، ده صح جدا، هو بيعتبر ان البلاطه كلها حاجه واحده طالما انت عملتها في امر واحد، ده كلام منطقي مش غلط، تمام؟ حتى لو منفصلين، اه بس انت عملتهم في امر واحد. زي الدروب بانل، في مشروع كنت بعمله انا، عندي دروب بانل كلها، عندي مثلا في المبنى 10 دروب بانل كل واحد فيهم في حته، رحت عملت ال 10 دروب بانل في امر واحد في خطوه واحده، لما جيت بعد كده عارف الهاتش، الهاتش في الاوتوكاد لما بتعمل الهاتش كلهم بكليك كليك، لو كل واحد فيهم برميه في حته وهو عملت 10 كليكات من غير ما تقول له سيبريت هاتش هيعمل ايه؟ هتيجي تطلع واحد فيهم اختارهم لك كلهم، هو نفس الكلام طالما انت عملتهم في امر واحد، فاهمني؟ بس طيب طيب ده يا جماعه بالنسبه للاوبننج اللي هي الاوبننج الرئيسيه زي ما احنا عملنا كده في الايه؟ في الحاله بتاعه الايه؟ البلاطه. طب ساعتك ركز معايا كده، لو انا بقى عايز اعمل اوبننج في الحيطه. هاي يا باشمهندسين؟ لو انا عايز اعمل اوبننج في الحيطه سهله جدا، هعمل ايه؟ هاجي اقول له لو سمحت انا عايز اعمل برده من الاوبننج، بس بدل ما انا هعمل شافت هاجي في حاجه اسمها يا جماعه هنا ايه؟ حاجه اسمها وول اوبننج، شايفينها؟ هي وول اوبننج، هدوس كليك على وول اوبننج، بيقول لي ساعتك ايه؟ بيقول لي ساعتك اختار ان الحيطه اللي انت عايز تعمل فيها الفتحه. انا مثلا يا جماعه عايز اعمل فتحه في الحيطه اللي هناك دي مثلا، يعني الحيطه اللي في الوش دي، هختار الحيطه، عايز اقول له ايه الحيطه، هي دوست كليك على الحيطه. بعد كده بيقول لي ايه؟ قال لي اختار النقطه بتاعه البدايه بتاعه الايه الفتحه، قلت له اهي. قال لي نقطه النهايه، قلت له اهي. خلصت الفتحه اللي انا عايزها؟ اه خلصتها. اروح قايل له بعدها ايه؟ اروح دايس اسكيب كده، بعدها الاقي ان هو عمل لي الفتحه على طول. خدوا بالكم ان الحيطان مش بتتسم زي البلاطات كده، البلاطات لما كنا جينا نعمل شافت اوبننج وانا بشتغل في ال2 دي قعدت اعملها ازاي؟ قعدت اعمل باي سكتش اللي هو اعمل باوندري والكلام ده، الحيطان لو راحت ما حصلش كده، واخدين بالنا؟ اعملوا كده يا جماعه فتحه في الحيطه.
ها اعملوا فتحه في الحيطه هتلاقي حاجه اسمها وول اوبننج وقول لي تعالى عايزين شغل ايه الاخبار؟ تعالى مع السلامه لا مفيش تتر اعمل كوماند لاين بس هنا في انفورميشن لاين اهو تحت خالص على الشمال هتيجي يقول لك انت تعمل ايه زي كوماند لاين كده انا فاهم سؤالك طبعا انت كلامك منطقي جدا يعني هي الفلاشات اللي هنا دي يا جماعه مين عايز ايه احنا فلاشه يا فندم في فلاشه هنا في فلاشه ستيل كده خلصت التوشيبا كمان خلصت كابتن مصر كابتن مصر كابتن مصر طبعا ها فلاشة مين بتاعت كابتن مصر ها عايز ايه افلام افلام تعرفين الفلاشة يا جماعة اللي هي عليها قلب ده بحب بهدلة برضو تعرفت عايز ايه بس كنت لما على الحمد لله الحمد لله
هو
انا طبعا عايز اعمل حصه بتاع مش منظر انا فاهم انا عايز اعمل ايه
في حاجه لا مش عارف انت تاني ولا حاجه مش عارف ايه بس امريكا كرر بقى انا بتعمل له مثلا عملنا مع بعض دلوقتي الايه؟ مش مهندسين احنا عملنا دلوقتي خلاص الايه؟ الويل اوبننج يا جماعه صح كده؟ عملنا الويل اوبننج يا جماعه اوكي؟ طيب في بعد كده في نقط ثانيه يا باشمهندسين عايزين ندخل فيها مع بعض اللي هي ايه؟ ساعتك لما تيجي تلاقي تعمل مبنى اوكي؟ عشان نعمل مبنى يا جماعه المبنى ده بيكون بيتكون من ايه؟ حاجه موديلنج يعني موديلنج بيتكون من ايه؟ بيتكون من العناصر بتاعته الاساسيه اللي هي الرباطات والكمرات والاعمده صح كده؟ والحيطان والفاونديشن مش كده؟ حلو جدا. طيب انا دلوقتي هعمل ايه يا باشمهندسين؟ المبنى بتاعي ده دور واحد مش كده؟ انا عايز ابدا ان انا اكرره بحيث ان هو يبقى اكتر من دور. مش هو دلوقتي احنا معتبرين ان هو المالتي ستوري ده يعني مرتبط صح؟ يعني تبقى ستوري يعني الدور متكرر. هعمل ايه يا باشمهندسين؟ بص كده يا صديقي العزيز هروح جاي اقول له لو سمحت انا عايز اكرر المبنى بتاعي ده. طبعا المفروض حضرتك تكون رسمت كل حاجه مظبوط خلاص قبل ما تبدا عمليه التكرار اوكي. طيب انا مثلا عندي هنا سي مثلا في عندي هنا سي اعمده ناقصه في الدور مثلا الجراوند فلور هنا. بص انا مش عامل اعمده في النص مثلا خالص اوكي. تتوقع ان انا لما اكرر المبنى اكيد الادوار دي مش اعمده دي مش هتكون موجوده برده ماشي. فعشان كده لما يكون في عندك اي حاجه عايز تشيك عليها يفضل جدا انك تشيك عليها قبل ما قبل ما تختار الموديل بتاعك عشان تكرره اوكي. فانا هعتبر ان انا عامل كده صح اعتبر ان انا كده مفنش صح اوكي. انتوا المفروض عندكم رسمين خلاص المبنى صح مش كده. انا عاده بعمل موضوع التكرار ده يا جماعه قبل ما اعمل موضوع الفاونديشن. ليه؟ عشان ساعتك لما تيجي تعمل الفاونديشن
انت عايز الكونديشن تكون في كل مره متكرره ولا عايز تكون في مره واحده لوحدها بس مش متكرره؟ فانا بعمل دايما خلص المبنى بتاعي من غير فاونديشن واروح رافع الادوار اللي بعد كده واروح بعد كده اعمل ايه بقى؟ ها اعمل ايه بقى؟ ها ايه؟ انت اسمه بعد كده اعمل الفاونديشن يا جماعه. اوكي طيب نبدا نعمل يا جماعه الخطوه دي مع بعض. بص يا صديقي العزيز، هاجي اقول له لو سمحت انا عايز اعمل ايه؟ ممكن ابص مثلا سيف 3 دي، شايفين يا باشمهندسين في 3 دي المبنى اهو خلاص شكله بقى ايه؟ بقى الدور شكله تقريبا زي ما انا عايز. اوكي هعمل ايه يا باشمهندسين؟ هروح قايل له لو سمحت انا ممكن اولا ممكن ساعتك تبص من ايه؟ يفضل جدا انك تشتغل في ايه؟ في واجهه من الواجهات. اوكي انا مثلا دلوقتي جبت الواجهه الايه؟ الشماليه اهو. اوكي بص ساعتك انا عندي هنا المبنى ده موجود في ايه يا جماعه؟ ده اللي هو انا دور اللي انا اسمه ده، ده المبنى ده اللي عامله هنا في الايه؟ في الفيرست. بص ساعتك هعمل ايه بقى؟ اروح مختار الاليمنتس كلها. بس خد بالك انا لما اخترت منين؟ من الشمال لليمين مش من اليمين للشمال. ليه؟ لان انا بص هختار نفس الاختيار كده من اليمين للشمال. بالظبط كده، هي نفس انا اخترت الجريدات واخترت الليفلز وحاجات كده. طب انت من المنطقي انك عايز تكرر الجريدات تاني؟ اكيد مش من المنطقي، مش كده ولا ايه؟ طيب هروح اعمل ايه؟ هختار من الشمال لليمين. اوكي طب والشافت اوبننج محتاج ان انا اختارها معايا يا جماعه ولا لا؟ الشافت اوبننج سؤال اهو. ها شافت اوبننج صح، انا مش محتاج اكترها. ليه مش محتاج اكترها؟ لان هي شافت اوبننج واحده، لو انا حتى هخليها من المبنى كله هتبقى شافت اوبننج واحده ماسكه من تحت خالص لحد فوق خالص، زي اصلا اليمنت راسي بكامل الارتفاع. صح الله ينور عليك، فكرني بدي لك جايزه ان شاء الله. ماشي طيب انا دلوقتي هعمل ايه يا جماعه؟ اهو اختار الايه؟ اختار المبنى بتاعي من الشمال لليمين وابدا ان انا اقول له يا جماعه ايه شايفين هنا فوق؟ لما فوق خالص لما عملت الاختيار لقيت في حاجه اسمها كوبي تو كليب بورد، شايفينها يا جماعه؟ هدوس كوبي تو كليب بورد دي، انا عملت كده ايه؟ كوبي، واقول له سمحت اعمل لي بيست الاين تو سيلكتد ليفل. بص كده يا صديقي العزيز انا هعمل ايه؟ هقول له مثلا اعمله لي انت هنا جاب لك ايه؟ انا لما قلت له بيست تو سيلكتد الاين تو سيلكتد ليفل يعني انا عايز احط المبنى ده الدور ده عايز اكرره في ادوار متكرره او حاجه متشابهه. بص كده يا صديقي العزيز اقول له مثلا لو سمحت انا عايز يطلع مثلا في الثيرد فلور، اخترت الثيرد فلور هقول له اوكي. هيعمل ايه؟ عمل لي كوبي. بص يا باشمهندسين نلاحظ حاجه، اول حاجه ايه؟ ان هو جابه لي هنا الثيرد فلور اهو، راح مكبيره لي من الدور ده. انا هنا كده لما جاب لي هنا نقطه انا كنت هنا، انا راسم فين؟ انا راسم في الفيرست فلور بس برسم لتحت، فالدور ما بين الايه؟ ما بين الجراوند والفيرست. راح هنا لما انا قلت له عايز الثيرد راح جابه لي فوق الثيرد، فدي نقطه عايز حضرتك تلاحظها. عشان كده انا بعمل ايه بقى لما اجي؟ عشان ما ادخلش في قصه يا ترى هو هيعمل لي فوق المنسوب اللي انا عايزه ولا هيعمل لي تحت المنسوب اللي انا عايزه ولا القصه دي، بعمل انا حاجه ثانيه اسهل من كده اللي هي ايه؟ هعمل اندو. ماشي المبنى ده بدل الدور ده بدل ما هو معمول له كوبي، معمول له كوبي اهو ماشي، لا انا راح اعمل له ايه؟ شايفين هنا فوق على طول في هنا ايه؟ كات. هقول له كات ده اتشال. ما هو اتشال بس موجود في الميموري بتاعت الجهاز. وبعدين هعمل ايه؟ هروح قايل له لو سمحت انا هاجي من قائمه موديفاي هعمل له بيست الاين تو سيلكتد ليفل. ممكن ساعتها اختار كل الادوار يا باشمهندسين واقول له بعدها اوكي، هلاقي ان هو بيعمل بروسيسنج بيحمل شويه، ساعتها ممكن امسح دور زياده. انا بقول لك بس افكار فاهمني، بيحمل شويه يا جماعه طبعا اكوردنج للسرعه بتاعتك بتاعت الايه؟ بتاعت الجهاز. هلاقي ان هو عمل لي يا جماعه؟ عمله لي من اول فاونديشن ليفل وطلع الدور اللي هو بتاع الايه؟ الجراوند الفيرست السكند الثيرد الروف. عمل لي هنا مثلا دور زياده، انت عايز مثلا تشيل الدور الزياده ده ممكن تروح سعادتك عامل ايه؟ ممكن تروح سعادتك مختار الايه؟ مختار الدور الزياده. انا بص هختاره ازاي بقى؟ هختاره بس هختاره من اليمين للشمال، وبعدين انا كده دخلت معايا الايه؟ الجريدات. هروح اعمل لها دي سيلكت بالشيفت، هل انا كده اخترت الدور بس الزياده اروح ايه؟ ممكن امسحه على طول مباشره. دي طريقه، في ناس بتعمل بطريقه ثانيه، في ناس بتعمل في دور مثلا الروف بس يبدا هو يكرره في الادوار الثانيه وهكذا. انا اقصد ايه بس الفكره هنا في ايه؟ ان انا اروح قايل له اعمل له كوبي تو كليب بورد او كات تو كليب بورد، وبعد كده بعد ما عملت سعادتك كده تروح قايل له انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل بيست الاين تو سيلكتد ليفل. هي دي الفكره كلها، ان انت تقول له الاين تو سيلكتد ليفل. لما تقول له الاين تو سيلكتد ليفل بتختار الادوار اللي انت عايز تكرره فيها. وخد بالك من حاجه، الكلام ده برده بيفيدك في ايه؟ بيفيدك انت لو عندك ادوار مثلا سي ادوار غير متكرره، يعني عندك مثلا ده موجود مثلا من الدور الاول للثالث، بعد كده تعمل واحد ثاني بلان ثاني من الدور مثلا الخامس للعاشر وهكذا. لو انت عندك مثلا ادوار غير متكرره بتعمل دور وتروح عامل له ايه؟ تعمل له كوبي تنزله في الايه؟ تنزله في حاجات ثانيه هنعرف قدام شويه. تنزله في الايه؟ تنزله في الادوار اللي انت عايز تنزلها فيه. فاهمين حاجه يا باشمهندسين؟ بص عليا بص عليا كده في ال 3 دي معايا يا باشمهندس. هقول له اعملها لي طب لو سمحت اظهر لي في ال 3 دي. هلا يا جماعه الايه؟ المبنى شكله بقى ايه؟ شكله بقى شكله منطقي الى حد كبير، بس نلاحظ حاجه، الفتحه اللي انا كنت عاملها شافت اوبننج مش قاطعه في المبنى كله، صح؟ يبقى انا ممكن ساعتها اشوف بقى فين الشافت اوبننج، انا مش شايف فين الشافت اوبننج، اهي تاهت مني، هعمل ايه؟
ممكن اروح مختار المبنى كله واروح قايل له فلتر لو سمحت. هي اولا هي ظهرت هنا اهي شايفين يا جماعه، هنا هي شفت اوبننج بانت اهي، بس مش مشكله انا هقول له اعمل لي ايه، اعمل لي لو سمحت فلتر هتشيك نون يعني كنسل كل حاجه وهختار بس الشافت اوبننج. هي في كام واحده يا باشمهندسين؟ واحد اهي شايفين، هقول له اوكي او اختار الشافت اوبننج. ممكن ساعتها تختار ساعتك تقول له انا عايزها من دور ايه لدور ايه، او ساعتك تروح مختارها بالجريب كده مثلا من اول خالص للاخر خالص مثلا. يعني هلاقي ان يا جماعه عملت لي ايه الاوبننج، اه بالظبط كده عملت الايه المبنى بالكامل. طب لو مثلا نفترض ان هي مش هتقطع في الدور الاخير مثلا، يعني كنا عاملين مثلا فتحه للاسانسير مثلا الدور الاخير خالص اللي هو الروف، عايز تقفل عايز تفتح برضه فتحه ولا عايز تقفل بقى الاسانسير تحطها فوق؟ اه احنا لازم نسيبها شويه بحيث ان هي ايه، ممكن بقى ساعتك تروح مختارها من هنا كده بكل بساطه تقول ان انا عايز انزل بيها ايه، عايز ترسم بقى في ال2 دي، عايز ترسم في ال3 دي. طبعا ممكن ايه، ممكن زي ما انت عايز، انا ممكن مثلا لو سمحت تظهرها لي كده مثلا في الايه في ال2 دي مثلا او في واجهه من الواجهات، واروح انزل بيها مثلا لحد هنا كده مثلا. يعني ابص في ال3 دي شكلها عامل ازاي يا باشمهندسين، بس اللي هو الهوم بقى هيدوس كليك هنا عند الهوم هلاقي ان هي فعلا ايه يا جماعه شايفين الفتحه موجوده في كل الادوار الا الدور الايه الا الدور الاخير. حتى بص انا ممكن انزل من تحت المبنى بس يقع عليك ولا حاجه ربنا يستر، هتلاقي ان هي شايفين يا جماعه الفتحه موجوده في كل الادوار ما عدا الايه ما عدا الدور الاخير. واخدين بالنا يا جماعه؟ طيب دي النقطه الاولى اللي انا كنت عايز ساعتك تعملها دلوقتي. ابدا اجرب ساعتك تعمل الكلام ده. هنعمل ايه؟ بص في واجهه من الواجهات وقول لو سمحت انا عايز اعمل كوبي او كات حسب ما يتقرب لستك، واعمل بيست بس بيست ايه؟ الاين تو سيلكتد ليفل. خدوا بالكم من حاجه يا باشمهندسين، بس عشان في حد من زمانكم كان شويه بشرح له القصه دي حصل معاه مشكله صغيره، ان ياخد بالك ان كات اللي هنا دي، بصوا يا باشمهندسين بعد اذنكم، كات دي اللي انا واقف عليها اللي هي في الكليب بورد مش كات اللي في الجيومتري. واخدين بالنا يا باشمهندسين؟ كات اللي في الكليب بورد اللي هي شكل المقص مش كات اللي في الجيومتري، عشان دي تختلف عن دي. ماشي يا جماعه؟ بعد كده بيست الاين تو سيلكت ليفل، ادخل على قائمه موديفاي، من قائمه موديفاي يا جماعه هنلاقي بيست الاين تو سيلكت ليفل، واختار الادوار سعادتك. ممكن تختار كل الادوار ما عدا الدور الاخير مثلا يعني. ممكن تختار الدور الاخير طب انت لو قلت لي انت عندك عمود ده هيبقى كده ولا ده عمود مختلف؟ لا مش عمود، على حسب انت هنا عامل انت ايه لما تعمليش دور هنا اصلا؟ هو ما عندكش دور، فانت ده واحد من اثنين، يا اما تعمل هنا دور يا اما تختار عندك دور ده، الدور اللي هي لا ده مش هي، ده مش ده انت متر بقى، انت عايز تبقى كام؟ تبقى 6 متر، يبقى تقول ان هي من ليفل الفاونديشن ليفل بعد كده البيزنج اللي هو الفاونديشن ليفل مثلا، والتوب ليفل بتاعك يبقى ايه؟ يبقى الجراوند فلور، اهو الجراوند فلور مثلا فاهم؟ يبقى هو الجراوند فلور ده هو يعني سايب تمحيل يعني فاهم؟ سايب مسافه ده قصدي؟ ممكن اعمل جراوند عندك نص ساعه
مهندسين عشان تكرر المبنى ما ينفعش تطلع المبنى من غير اعمده يعني ولا انتوا شايفين ايه؟ شايفين حد من زمايلنا كرر البلاطات من غير اعمده البلاطات بقت بكتير. بلاش تخلي البلاطات كتير. I'm not holding this one.
I'm going to go to the next one.
في خلال مروري على الأجهزة لاحظت ان في الغلطة الكبيرة اللي انا يعني نبهت عليها بس انتوا الزهر ما خدتش بالكم. في كذا حد من زمان هم جايين يختاروا من اليمين للشمال او 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 اختاروا من الشمال اليمين بس كتير اختيار كبير. زي مثلا في مثلا حد من عندكم كان في ايه الليفلز، شايفين الليفلز يا جماعة عاملة ازاي؟ انتوا عارفين ان احنا بنتحكم في الليفلز من الدائرة الصغيرة اللي هنا دي بنجيبها هنا كده شوية مثلا يعني تمام. طيب لو انت جيت مثلا تعمل لو انت عامل الليفلز بالمنظر ده ماشي، سعادتك ممكن لما تيجي تختار المبنى بتاعك مثلا او الدور، لقيت في منكم اللي عمل ايه راح جاي يختار الدور كده. فلما جه يختار الدور كده يا جماعه ممكن يكون اختار معايا الايه، يعني لو انت مثلا الليفلز عندك صغيره كده لما جه يختار راح مختار يا جماعه كده معايا الايه الليفلز اختارها. لقيت في كذا حد منكم عمل الغلطه دي يا جماعه وراح عاملين كوبي وبيست، وانا نبهت عليك اكتر من مره ان ساعتك لما تيجي تعمل كوبي تلاحظ انت مختار ايه كويس.
لان انا مش عايز اختار الليفلز عشان اعمل ليفلز جديده. لقيت طبعا في ناس من عندكم بدل ما هو عنده مثلا ليفلين بس ولا ثلاثه في يعني في الحته الواحده مثلا عنده ليفلين وثلاثه، يعني بدل ما البلان بتاعنا في مثلا خمس ادوار لا بقى عنده 15 دور مثلا يعني. واخدين بالنا؟ طبعا ده اكيد مش صح. اوكي طيب في حاجه ثانيه برده عايز الفت انتباه سعادتكم ليها، ايه هي؟ ان انا لو جيت مثلا ارسم سي ساعتك في الاول وانت جاي ترسم المبنى بتاعك، لما الاول كنت شغال انت على دور واحد صح؟ مش احنا في الاول كنا شغالين على دور واحد غالبا، فالجريدات كانت موجوده فين يا باشمهندسين؟ الجريدات كانت نازله تحت كده مثلا، يعني شايفين الجريدات كانت مثلا نازله كده على اساس ان احنا كنا عاملين ايه؟ دور واحد. فلما احنا عملنا ريبليكيت يعني لما عملنا كوبي وبيست الاين تو سيلكتد ليفل بقى عندنا الادوار كلها فيها بلانات صح ولا غلط؟ طب انا جيت مثلا اروح للبلان مثلا اللي اسمه بتاع السيرد فلور، رحت للبلان بتاع السيرد فلور هبص الاقي يا جماعه ايه؟ شايفين الاكسات؟ شايفين الاكسات؟ الاكسات ناقصه مش مظبوطه. ليه مش مظبوطه؟ ليه؟ علشان سعادتك لما جيت تشوف في واجهه من الواجهات كانت الاكسات هنا يا جماعه ايه؟ قصيره. شايفين يا جماعه؟ فالاكسات عشان تغطي كل البلانات لازم اختارها كده واطلع بيها لغايه فوق خالص. الكلام ده مش في واجهه واحده، انا دلوقتي في واجهه انا بعمل الكلام ده في واجهتين متعامدتين، يعني مثلا الايست والنورث، الساوث اللي هي الجنوب مثلا والايست، يعني واجهتين شرق وغرب لا، او شمال وجنوب لا، لازم تعمل مثلا شرق وجنوب او شمال وشرق، فاهمني؟ تحس بواجهتين متعمدتين سعادتك تغير الايه؟ الجريدات بتاعتك تخليها فيهم كلهم علشان ايه؟ عشان تبقى مغطيه المبنى بتاعك بالكامل يا جماعه، عشان لما تيجي تخش بعد كده في اي بلان من البلانات تبص تلاقي سعادتك ان انت عندك الايه؟ تبص تلاقي سعادتك ان انت عندك الايه؟ الاكسات كلها موجوده والجريدات كلها ظاهره. ماشي يا باشمهندسين؟ حد فاهم حاجه يا جماعه؟ اتفضل. دلوقتي انا عملت فلتر لقيت نفسي مثلا مزود بلطات في ليفل معين. اه. او مزود جدران، عايز ارجع واشيلها من غير ما اشيل الليفل اقطع واقصى حاجه على عيني. حلو جدا، واحد من زمايلنا بيسال سؤال احنا كنا طبقناه مع بعض قبل كده اللي هو ايه؟ انا دلوقتي عندي هنا مثلا يا باشمهندسين لو انا عندي مثلا حطيت ليفل ثاني هنا وانا مش واخد بالي، يعني مثلا انا عندي فاونديشن ليفل اهو، انا هغلط واحط ليفل ثاني غلطت لاي سبب، ماشي؟ غلطت لاي سبب وحطيت هنا ليفل ثاني اهو. ماشي؟ حطيت ليفلين اهو مثلا، هعمل ايه؟ انا دلوقتي قدامي هنا ليفل 10 والليفل اللي اسمه الفاونديشن ليفل، شايفين يا باشمهندسين؟ عندي ليفلين، طب هل ده صح ولا غلط؟ ده غلط. علشان اعمل صح هعمل ايه؟ او اعرف منين اصلا ان انا عندي هنا ليفلين فوق بعض، يعني انا ممكن اروح اعمل ليفل ثاني بالظبط كده فلتر. ممكن اروح اعمل اغلط واعمل ليفل ثاني مثلا هنا يا جماعه اهو. بقى في عندي هنا ليفل 10 وليفل 11 والفاونديشن اللي بالثلاث شايفينه على بعض، انا مش شايفهم من بعض حتى عشان هم تيبيكال متطابقين. هعمل ايه؟ انا اوصل عشان اعرف ان في ولا لا اروح مختار كده الاقي كلمه فلتر ظهرت. طالما فلتر ظهرت يبقى انت مختار اكتر من عنصر مش عنصر واحد. اوكي؟ 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 طيب فاعمل ايه يا جماعه؟ اروح جاي اقول له لو سمحت من هنا من عند الفلتر دي اه شوف دلوقتي انا اخترت ايه؟ دلوقتي انا مختار ثلاثه ليفلز اه فوق بعض. انا عرفت ان هم ثلاثه اهو مكتوب لي الكاونت ثلاثه، خلاص عرفت ان هم ثلاثه. هعمل ايه بقى يا باشمهندسين؟ اروح دايس اسكيب مبدئيا، بعد كده اروح دايس كليكايه بحيث ان انا اختار باي كليك، سيلكت باي كليك مش سيلكت باي ويندو. لما اخترت سيلكت باي كليك لقيت ان انا اخترت حاجه واحده فيهم بس، تقدر ببساطه انك تعملها ديليت. اه انا دلوقتي اخترت ايه؟ ليفل 11، انت عايز ليفل 11 ده ولا لا؟ لا ده غلط، اروح مسحه ديليت. هيقول لك يا باشمهندس انت عامل عنده بلان والبلان ده كمان هيتمسح. اه انا عايز امسح البلان ده مش مشكله. حاجه ثانيه عندي ليفل 10 دوست كليكايه عليه عايز امسحه ودوست ديليت. قال لي انت عايز تمسح البلان اللي اسمه ليفل 10؟ قلت له اوكي مفيش مشكله خالص. تمام؟ طيب في دلوقتي بقى نقطة تانية عايز أقولها ساعدتكم اللي هي نقطة الإيه؟ نقطة لو أنت عايز تعمل سعادتك فاونديشن. عايز نعمل فاونديشن صح؟ لأن إحنا خلاص قررنا الإيه؟ قررنا المبنى بتاعنا كله فاضل إن إحنا نحط الفاونديشن صح؟ عايز أقول لسعادتكم على حاجة إن الفاونديشن ده الغرف اللي هي ما بتخش معاك في الإيه؟ في التحليل الإنشائي. ليه؟ لأن إحنا لما كنا مع بعض في كورس السابق قبل كده كنا بنحط سبورت إيه؟ كنا بنحط سبورت نقطة صح؟ اللي هو الهنج سبورت أو فيكس سبورت أو وات إيفر، بس أنا بتحط الهنج إيه؟ نقطة. طيب ما احنا بنحط هنا الفاونديشن بنحطها هنا في البرنامج ليه يا جماعه؟ بنحط الفاونديشن في البرنامج عشان مثلا انت ممكن تحتاج تعملها تسليح، ممكن تحتاج تشوف لها سكاشن، ممكن تحتاج تعمل لها حاجات كتير. اوكي؟ فاللي انا اقصده ايه؟ ان احنا محتاجين نشوف ازاي نحط الفاونديشن. الفاونديشن مين اللي يا جماعه بتنقسم لايه؟ لو جيت ابص كده سعادتك هتبص تلاقي ان عندك هنا فاونديشن جوه قائمه الاستراكشر بتنقسم اساسا في الاساس لثلاث عناصر اساسيه. العنصر الاول اللي هو الايزوليتد اللي هي القواعد الايه؟ القواعد المنفصله صح؟ صح؟ طيب النوع الثاني اللي هو القواعد الايه؟ الوول اللي هي الستريب فوتنج. مش احنا عارفين حاجه اسمها ستريب فوتنج يا جماعه؟ النوع الثالث اللي هي اسمها الرافت فاونديشن. الرافت ليها اسم ثاني اسمها مات، ليها بالعربي اسمها لبشه، بالعربي اسمها حصيره، زي ما تسميها سميها يعني. المهم ان احنا عندنا دول الثلاث انواع الايه؟ الرئيسيين.
هنعمل ايه يا جماعه؟ طبعا لو انت عندك فاونديشن بلان هتيجي عند لو انت عندك فاونديشن دروينج يعني روح فاونديشن وده طبعا انه هيكون موجود عندك. هتيجي عند الدور بتاع الفاونديشن مثلا وتقول انا عايز اعمل ايه؟ هاجي سي في الدور بتاع الفاونديشن يا جماعه اهو فاونديشن ليفل واقول لو سمحت انا عايز اعمل ايه؟ عايز احط هنا فاونديشن. اوكي طيب بص سعادتك انا هعمل دلوقتي هنا فاونديشن. هنشوف الطريقه الاولى اللي هي طريقه الايه؟ الايزوليتد اللي هي قواعد الايه؟ المنفصله. اقول لو سمحت انا عايز اعمل ايزوليتد فوتنج. الايزوليتد فوتنج يا جماعه او الفوتنج بوجه عام ما تنساش سعادتك ان هي بتنقسم مني لنوعين كل واحده فيهم اللي هي ايه؟ عندنا ار سي وعندنا بي سي مش انت بتحط فرش نظافه صح؟ وتحط قاعده مسلحه بين كونكريت وانفورس كونكريت. الاثنين بيتعملوا موديلنج بنفس الطريقه ازاي؟ بص يا صديقي العزيز احنا عارفين ان في حاجه اسمها الفاميلي. الفاميلي سعادتك فيها الفاميليز بتاعت الايه؟ بتاعت الفوتنجز موجوده. اوكي؟ طيب لو انت عندك الفاميلي بتاعت الفوتنج مش موجوده تعمل ايه؟ هتقول له لو سمحت انا عايز اعمل ايه؟ لود فاميلي. عارفين اللود فاميلي صح؟ هتدخل على اللود فاميلي تختار ايه؟ الفوتنج. طيب بما ان هي موجوده دلوقتي كده فانا مثلا هنفترض ان الايزوليتد فوتنج هتبقى عندنا خليها مثلا ابعادها كانت كام؟ مثلا 1500 والدبس بتاعها بيقول ان هو كام؟ هو خليها 500 مثلا يعني. اوكي؟ طيب هعمل ايه؟ انا دلوقتي بشوف التايبس الموجوده عندي. هل التايبس الموجوده عندي فيها النوع اللي انا عايزه؟ لا. احنا نفترض ان هي 1500 عرض اللي هو العرض والطول والعرض والارتفاع. فانا هنا اروح قايل له ايه؟ هقول له لو سمحت اعمل لي ايديت تايب. اعمل لي ايه؟ ركز معايا وهسيبك تطبق. هقول له لو سمحت اعمل لي هنا في التايب بروبرتيز اعمل لي ايه؟ هو ده النوع اللي انا عايزه؟ لا انا عايز نوع ثاني. هقول له دوبلكيت اعمل لي نسخه ثانيه هسميها مثلا ايه؟ فوتنج. هسميها مثلا ار سي فوتنج كام يا جماعه؟ 1500 في 1500 في 500. اوكي؟ اوكي. بعد ما قلت له اوكي هاجي هنا اعدل في الايه؟ الويدز. عرضها كام يا باشمهندسين؟ عرضها 1500. اوكي؟ 1500. طيب واللينس بتاعها طولها كام؟ 1500. اوكي؟ حلو جدا. بالنسبه للسكنس بتاعها اللي هو العمق بتاعها هقول له ايه؟ 500 مثلا. واقول له بعدها اوكي. حلو جدا. بعد كده هاجي يا جماعه عند الايه؟ عند العمود. فين العمود؟ هو العمود صح؟ اي المفروض ان القاعده تكون متسنتره مع العمود صح؟ هعمل ايه؟ هاجي عند العمود واحاول ان انا اسنترها كده. بص هتلاقي سعادتك ان هو بكل بساطه تلقط السنتر بتاع العمود. ليه؟ ان هو البرنامج فاهم ان دي المفروض تتسنتر مع العمود. وعايز اقول لك على حاجه ثانيه، لو هي حتى مش متسنتره انت ساعتها بيكون عندك اللوحه بتاعت الفوتنج اللي هي لوحه الفاونديشن لوحه الاساسات، مش انت بتكون عامل ديزاين لوحه الاساسات موجوده او عندك تصور لوحه الاساسات. فساعتك بتيجي تشوف ان اللي انت عايز تعمله ايه، ممكن تعملها برده اونلاين زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا عارفين في البلاطات وزي ما احنا عارفين في الكاميرات وزي ما احنا عارفين في الايه؟ في الاعمده. هاجي عند السنتر بتاع العمود واروح دايس كليكايه كده. خلصت كليكايه كده؟ اه خلصت. هدوس اسكيب كده وبص معاك عليها في 3 دي. بص في 3 دي يا صديقي العزيز فين العمود اللي انا عملت له الفاونديشن؟ الناحيه الثانيه هلف كده. اه اهي نزلت يا جماعه، شايفينها؟ نزلت اول واحده مظبوطه. مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ اه مظبوطه. طيب هرجع تاني للفاونديشن ليفل. قدامي كذا اوبشن بقى، ممكن ارسم واحده واحده. وفي اوبشن ثانيه الاسهل ان انا اعمل لها ايه يا جماعه؟ ان انا اعمل لها كوبي صح؟ هاجي من هنا اخترتها اهو. اه اخترتها. اقول له لو سمحت اعمل لي ايه؟ اعمل لي كوبي. عارفين المالتيبل طبعا بالنسبه للعمود مثلا سي الكورنر بتاع العمود هو ده. هطلع على مثلا كورنر العمود ده كده كمان مثلا. هطلع للعمود ده كمان. وهكذا انا هعمل ايه؟ هعمل بكل بساطه الايه؟ الفوتنج اللي هي الايه؟ الايزوليتد فوتنج اللي احنا زي ما احنا شايفين كده عملناها. خلصت مثلا كده انا، افترض ان انا مش هعمل كل دول، هعمل في الشمال دول بس. خلصت ابص عليها في 3 دي يا جماعه عامله ازاي؟ ابص ان هي ظهرت يا جماعه اهي معايا. تمام؟ حد فاهم حاجه؟ طيب النوع الثاني بقى انها اللي هو الايه؟ الايه؟ البي سي. لا لا البي سي هنأجلها بس خطوه سن. طب ده الاول طبقوا الفونس كونكريت دي اللي هي اعمل الار سي فوتنج عشان ما ندخلش خطوه في خطوه، وبعد كده نخش على الخطوه اللي بعدها. طيب بص ساعه، بس انا قلت لك اول ما اخترت انا هو جاي مني بيتعدي عشان افترضت
عملتش حاجه اصلا عشان تعمل لك جروب يعني فاهم. لا بس قشطه جدا يعني. ها مين عمل الفاونديشن يا دكاتره؟ خد بالك من حاجه ما تنساش ان سعادتك لما جيت تعمل الفاونديشن دخلت اصلا الفاونديشن ليفل بقى يا باشمهندسين ما تنسوش. ايه؟ انت عامل مشروع عند الفاونديشن ليفل، لو انت مش عامل مشروع عند الفاونديشن ليفل انا مسميه عندي الفاونديشن ليفل، انت عندك مسميه ايه؟ الفوز اللي هو هات. عيب السؤال ده تصدق؟ لا عيب، لا لا عيب منك انت السؤال ده، بدل ما انت ما تسمعش الادمان انزل بقى شويه انزل هات الوجه اللي هو ايست نورث ساوث اي واحده فيهم دبل كليك عليها. ما تصغرناش يا عم، هو مش معنى الاكسيدنت الصغير هو ما بيقولش معنى ايه؟ هو بيقول لي الوان عندك قول لي الوان اهو في الوان ده مش شايف؟ يا عم سيبك الاكسيدنت قول لي الوان اهو. الاخبار هنا يا دكاتره فين؟ اعملوها هناك 3 دي. فاونديشن ليفل انا مسمي الليفل عندي اسمه فاونديشن ليفل. بصوا يا باشمهندسين عندي لو سمحتوا مع البروجيكتور عشان في اكتر من حد من زمايلنا بيسال السؤال ده، انا حاسس سؤال يعني حاسه مش سؤال منطقي بصراحه. ليه؟ انا مسمي عندي الدور الارضي اللي هو منسوب التاسيس اللي هو اقل منسوب في الرسمه خالص تحت اخر عمود مسميه فاونديشن ليفل. عشان كده لما جيت ابص على المستوى بتاع البلان الاستراكشرال بلان لقيت عندي فاونديشن ليفل. انما سعادتك لو مسميها ليفل 1 اكيد مش هيظهر لك فاونديشن ليفل، هيظهر لك كلمه ليفل 1. ها انتوا فاهمين يا جماعه الموضوع ولا انتوا معايا؟ انت معايا ولا مع السلامه؟ انا حاسس ان بس ايه الاسئله ساعات يعني بت يعني اعمل مثلا 2 3 كده، مش لازم تعملوا الفاونديشن كلها، يعني اعملوا 2 3 كده يعني. احنا كده لسه هنعمل انواع الثانيه يعني فين؟ تمام؟ الله ينور. شغل عامل فين؟ ها؟ فين؟ وراك 3 دي 3 دي لا انت عامل برضه نفس غلطه كبيره، انتوا فين من بعض؟ عشان ما ينفعش الله يرحمك. بص يا سيدي الفاضل، بص يا سيدي الفاضل، ده الفاونديشن ليفل اهو، لو انت ما تسيبك مش هتفهم مني، فاهم؟ الفاونديشن ليفل ده الفاونديشن ليفل، انت عامل حاجه تحت اصلا، اللي فين الفاونديشن؟ اه دي
باشمهندسين هو انا اخترت ايزوليتد فاونديشن ولا سلاب؟ ها يا باشمهندسين باشمهندسين ها انا اخترت ايزوليتد ولا سلاب يا باشمهندسين؟ في حد من زمايلنا اختار سلاب، ايه رايكم؟ زميلنا ده بيقول ان هو كان مركز معايا ما تصبرناش يا عم صغرناش كده ايه؟ لا مش عليها انا شفتك كانك شغلك كويس حلو حلو يا سبوسه ها طيب انت ايه الاخبار تعالوا على السلامه هندسه بعد اذنك وامرني ها عايزين نشد شويه احنا لسه عندنا حاجات كتير يا جماعه Thank you.
مقتنع ايه الاخبار يا صديقي هنا؟ ريس يا بلدينا معاك يا هندسه. ما انا عارف انت معايا بقلبك بس عملت ايه في المودم؟ تعالى ايه؟ لا بقول لك ايه فناش من كده ما تشوفش يا عم. بقول له لا احنا عايزه برضه. الله ينور 100 100 وريني كده. هو شغلنا بقى انت ما انت شايف انهم مرجوع عليك كده ليه؟ ها؟ بصوا يا جماعه باشمهندسين باشمهندسين في حد من زمايلنا الظاهر هو عجبته حكايه الفاونديشن راح عامل ايه؟ بصوا يا جماعه راح جاي هنا مثلا عند عمود زي ده كده راح عامل ايزوليتد فوتنج. هو الظاهر عجبته الحكايه راح عامل لي واحده كده واحده ثانيه كده واحده ثالثه كده واحده رابعه كده ماشي عمل لي شكل كده مش عارف جابه منين. وبعد كده بيقول لي يا باشمهندس لو سمحت انا عملتها في 3 دي شكلها ما طلعش مربع. انتوا ايه رايكم يا جماعه؟ بلاش بلاش الحاجات اهو نتكلم ده اللي على راسه بطحه اللي على راسه بطحه بيعمل فيها ايه يا باشمهندسين؟ ها؟ ما هو بيبص تفتكر يعني هم 20 واحد بصوا لك صدفه؟ طيب ها ما تصغرناش يا جماعه بلاش الحاجات دي ماشي؟ ها خلاص فهمتوني يا جماعه كده في حته الفاونديشن. طيب عايزين دلوقتي نعمل النوع الثاني يا باشمهندسين من الفاونديشن اللي هو النوع الايه؟ نوع الوول اوكي اللي هو الستريب فوتنج. اوكي هاجي اعمل الستريب فوتنج معانا بلدينا. انت اسمك ايه؟ فراج. اسمك ايه؟ فراج. طب انا اقول لك يا احمد عشان اسمك فراج ده هنساه. هنكمل يا جماعه. بص انا هاجي دلوقتي اقول له سمعت انا هاجي عند الفاونديشن هقول له وول فاونديشن. خد بالك يا باشمهندس انا عشان عارف السؤال ده بتقرا في كل كورس. اجي لواحد اقول له وول فاونديشن يروح جاي هنا عند الوول اللي هي في الشمال دي. لا دي وول نفسها انما هي دي وول فاونديشن. واخدين بالنا يا جماعه؟ ها ركزوا الله يبارك لكم. الراجل لابس كاب. وول فاونديشن غير وول ماشي. هاجي عند الوول هقول له سمحت اعمل لي وول فاونديشن ساعتك اللي هي الوول ايه في عندك البيرنج وول البيرنج فوتنج والريتيننج فوتنج. الريتيننج اللي هي ايه اللي هي الحيطان بتاعه الريتيننج وولز. احنا مالناش دعوه بنتكلم عن الايه ان هي الفوتنج بتاعه الوول زي العاديه. هاجي اقول له سمحت مثلا عايزها بيرنج اللي هي تشيل ايه تشيل فيها فيرتيكال. هعمل ايديت تايب عشان تعدل ساعتك في الايه عشان تعدل ساعتك في الابعاد بتاعتها. هي مثلا هنفترض ان هي ايه هنفترض ان هي 750 في 500 عرضها 750. انت معانا يا ريس؟ معانا ماشي. ايه بقول لك معانا؟ ايوه معانا. ايوه معانا. بتعمل ايه يا عم؟ عليك فاونديشن يا عم الله يبارك لك. كل مره تسالني على المحاضره اللي قبلها. هاجي اقول له لو سمحت انا عايز اعمل ري نيم مثلا لو انا عايز اعدل في اسمها او هعمل لها دوبليكيت لو انا هعمل ايه نسخه جديده منها. فانا ممكن اقول له اعمل لي تعديل في دي على طول مباشره انا اعمل لها ري نيم. ساعتك عايز تسميها ايه؟ هسميها مثلا ستريب فوتنج. بعدها مثلا نفترض ان هي 750 يا جماعه في 500. حلو كده البعد ده؟ هقول له اوكي. ما تنساش بعدها تقول لي اوكي على طول لازم ساعتك تعدل في الايه يا باشمهندسين؟ تعدل في الابعاد. الويدز بتاعها عرضها كام؟ الموضوع مش محتاج ان انا اقول لك ان هو 750. والسكنس اللي هو الايه؟ السكنس بتاعها كام يا جماعه؟ 500. حلو جدا. في هنا بعد ثالث يا باشمهندسين بيسالني عليها بيقول لي اكستنشن لينس. ايه هو الاكستنشن لينس دي؟ لو ساعتك عايز تعمل امتداد شويه رفرفه يعني عارفين الرفرفه؟ عايز تعمل سنة رفرفة بعد الايه؟ بعد النهاية بتاعت الحيطة. بعد ما نهاية الحيطة عايز تعمل رفرفة ولا مش عايز؟ أنا هعمل رفرفة دلوقتي عشان نشوف شكلها مع بعض. أقول له مثلا اعمل لي يا عم رفرفة مثلا 100 مللي مثلا. هقول له بعد كده أوكي. بص ساعتك بيقول لي إيه؟ بيقول لي سيلكت الوول تو بليس وول فاونديشن أندر. يعني إيه؟ اختار لي الحيطة اللي أنا هعمل تحتها الفاونديشن. فين الحيطة يا جماعة؟ أنا عندي الحيطة الأولى أهي. الحيطة التانية أهي. الحته الثالثه ايه؟ هدوس اسكيب. هلاقي ان هو رسم لي ايه يا جماعه؟ رسم لي الحيطه. وهتلاقي ساعتك فينا سنه رفرفه. شايفين الرفرفه دي يا جماعه؟ هي دي ال 100 مللي احنا كنا بنتكلم عليها. واخدين بالنا؟ هبص عليها من تحت كده عشان برضه ابقى شايف الامور بشكل اوضح. هي يا جماعه شايفين الشكل ايه؟ شكل اوضح شويه ولا مش واخدين بالنا منه؟ الشكل اظن ان هو شكله اوضح شويه. واخدين بالنا؟ اتفضل ساعتك اعمل وول فاونديشن. اتفضل ساعتك كامل. نعم. هو ليه ما ايه
فين؟ هي يا باشا فين؟ انا مصدقك انا ما برجعش وراك. انت عملت ايه؟ تصدق انت كده هتصغرنا؟ لا والله. انت كده هتصغرنا بقى. 600 في 300 حلوه؟ احنا عملنا 750. انت بتعمل ايه؟ انت عامل اصلا ريتيننج، دي ريتيننج، احنا عاملين ريتيننج. ريتيننج مين يا بلدينا؟ انت منين يا عم؟ ايه ايه بس انت منين؟ مش شايف ايه بس؟ بيقول لي هيك. بقول له فين؟ بيقول لي ايه؟ بتعمل ايه؟ انا عايز هو اللي يشتغل. الحمد لله. نعمل ايه طيب؟ نعمل ايه؟ باشمهندسين واحد من زمايلنا باب رز بلبن. بص امسح دول، امسح دول اصلا من النوع ده مشوار عشان انت لو تركز معايا. والله مركز ايه بس؟ ما انت ما عملتهاش. يا عم ما تصغرناش بقى. هو انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل فاونديشن دي هتكنسل اي حاجه؟ ماشي. دي مش اللي انا عايزها خالص. انا امسحها خالص. احنا عاملين ايه؟ عاملين وول فاونديشن اهي. ماشي. النوع بتاعها مش ريتيننج، احنا النوع بتاعها ليه ريتيننج. 750 ماشي؟ ايديت 750 في 100. هي دي النوع بقى انت بتختار نوع غلط. بعد كده بيقول لي ايه؟ بعد كده بيقول لي اختار الوول. اهي الوول. اهي الوول الثانيه. اهي الوول الثالثه. مفيش مشكله، انا مصدقك والله. انت بتعمل ايه هنا؟ هو ايه؟ بتعمل ايه؟ من ساعه هو انت بتعمل ايه؟ ضايع رسمه؟ الله يديك. فين يا عم؟ خلاص فين انت؟ ما بتكش هارد لور خالص. مهندسين نشهد على واحد زميلنا، واحد زميلنا من ساعه من اول المحاضره ما ورانيش ولا خطوه عملها. تفتكر ده هيبقى ايه بقى؟ يبقى صح ولا غلط؟ صح. خاف من العين. مش ايدك؟ خاف من العين. هو انتوا ايه يا رجاله؟ مش معانا. امال ايه يا رجاله؟ بذكر مش بذكر. ايه بس؟ فين؟ فين؟ ماشي. فين يا ريس؟ فين؟ 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 بس
مهندسين الغلطه اللي لاحظتها شائعه مهندسين ان في اكتر من واحد منكم مختار البتاعه دي بدل ما هي يعملها اللي هي الولف فاونديشن العاديه يعملها ريتيننج فوتينج. فكذا واحد منكم يعني ايه مش عايز يشاور على حد معين بس عشان ما تعودوش ايه تضحوه في بلدكم من هناك. لا هنا يا جماعه الفاونديشن انا بختارها بخلي نوعها يا جماعه اللي هو الايه النوع اللي هو ستريب فوتينج يا جماعه. اوكي ماشي يا مهندسين؟ حد عنده سؤال في الحته دي؟ طيب احنا النهارده يا جماعه كده احنا كده خلصنا النهارده. اوكي النهارده احنا عرفنا ايه؟ النهارده عرفنا بقيه الاوبننج بتاعت الوول بتاعت السوري بتاعت البلاطات. عرفنا ازاي نعمل شافت اوبننج وازاي نعمل لها عمليه كنترول. عرفنا ازاي نعمل وول اوبننج وعرفنا ازاي نعمل لها كنترول وعرفنا ازاي يا جماعه كمان نعمل فاونديشن بعد ما عملنا ريبليكيت للمبنى بتاعنا. ودي كانت خطوه مهمه جدا طبعا جميله جدا انكم تعرفوها انك تختار دور معين وتعمله ريبليكيت. اوكي وعرفنا موضوع الباك اب بتاع بتاع الريفت ان الريفت ازاي بيعمل باك اب. عرفنا ازاي نعمل سيلكت باي فيس مش كده برضو. وعرفنا كمان يا باشمهندسين ان ازاي نعمل الفاونديشن. عرفنا ان في اكتر من نوع من الفاونديشن. النهارده عملنا النوع الاول اللي هو الايزوليتد اللي هو الستريب فوتنج اللي هو السبريد فوتنج الايزوليتد. وعرفنا النوع الثاني اللي هو اسمه ايه يا جماعه اللي هو اسمه الوول فوتنج. اوكي المره الجايه ان شاء الله هنكمل موضوع الفوتنج زي ما قلت بعد كده في المرحله الايه اللي بعدها. حد عنده سؤال يا جماعه؟ ها اتفضل. لا
استغفر الله العظيم. تدعي على الواد ليه يا ابني؟ يا اخي ده اصلا دخل الحمام ما دام سرت ساعه جوه ده. بتعمل ايه يا عم شيخ؟ ما بعملش، انا مستنيك. اه يا ريس بتعمل ايه؟ مستنيك. خد يا سام، انت هتمشي من السنة ما نسأل فهم اللي بتاعها عشان نمشي. خد يا سام. ولا خد ولا سيبك من ده. وريني ثانية بقى، وريني ثانية بس. واصل وقت نشوف الحتت اللي اشترت الاكشنات ايه. ماشي يا عم. مش مسايف هي الحته دي كانت دي دي بس اللي انت دي 50 سنه بس. انا اجيب لك لو انت لو انت مددت دي سنه بس مش عايز لو مددتها تظبط في المدخل وهم تظبط في الصاله. لو مددت دي ماشي يا اسطى، ومددت دي هي هي برضه كده عارف هتسيفها غلط. هو اعملها اعملها اسمها هيدن بي. ما انا فاهم قصدك. مش هيدن يا اسطى، مش هيدن. اعملها زي فواتير وكراسي. كراسي لا لا مش هيدن. ممكن تعمل كورس صغير كده وتقطع الشمال. انا مش هيجي. ده ايه ده؟ بس الفلات سناب ده تكلم بس ابوه. مش عارف يجيب له حدود بنام متفقين. انا بعمل ايه؟ احنا ما بنعملش. عايز اريكورد في الكورد بس عشان ما